مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده وملعب البلد. مبروك ضربه البدايه النهارده كانت موفقه للغايه. الحمد لله، فوز عريض وفوز كبير على منتخب جيبوتي بسته اهداف مقابل لا شيء في اطار تصفيات طبعا كاس العالم 2026. محمد صلاح نجمنا الكبير 4 اهداف النهارده، نمسك الخشب ما شاء الله. تألق تريزيجيه هدف، مصطفى محمد هدف. منتخب بالكامل أدى مباراة طيبة للغاية، وكانت النتيجة العريضة على جيبوتي بستة أهداف مقابل لا شيء. طيب، يجي البعض يقلل ويقول لك يا سيدي ده أنت كنت بتقابل منتخب، مع كامل الاحترام، جيبوتي ملوش تاريخ في كرة القدم. تعالوا مع بعض نستعرض المباريات اللي أقيمت النهاردة. تلاقي الجزائر كانت متعادلة مع الصومال 1-1 وفازت 3-1 مع الصومال. هتلاقي نيجيريا النهاردة بتتعادل مع ليسوتو 1-1، منتخب تصنيف أول نيجيريا. فالكرة ملهاش كبير، وياما خرجنا من تصفيات كاس عالم بسبب منتخبات في القارة الإفريقية صغيرة مش بحجم مصر. ما ننساش أبداً 94 زيمبابوي، على الرغم ان زيمبابوي في الوقت ده يعني كانت ها يعني شم نفسها شويه، لكن عندك في 98 فاكرين منتخب النجم الاوحد جورج وايا ليبيريا، وخرجنا من التصفيات بسبب ليبيريا اللي ما كانتش معروفه في القاره الا بنجم واحد كان هو اللي بيصرف على المنتخب وعلى رحلاته الخارجيه، وهو شايل المنتخب واكل شارب بسلطاته بابو غنوجو زي ما بنقول، كان جورج واي، وفاز على منتخب مصر. ف 2002 اتعادلنا مع ناميبيا وخرجنا من التصفيات، و 2006 اتعادلنا مع بنين هناك 3-3 وخرجنا من التصفيات. فتخيل بقى حضرتك معايا، ناميبيا مره، بنين مره، ليبيريا مره، زيمبابوي مره، فما تجيش حضرتك دلوقتي تقول لي ده انت فزت على جيبوتي. تمام؟ و2010 كنا مع زامبيا، يعني زامبيا برضو تصنيف ثالث في القارة الإفريقية. فالمنتخبات الصغيرة دائما ما بتكون عقبة في طريق وصولك إلى كأس العالم. وبالتالي النهاردة تصريح اللي بهن عليه الزميل محمد طه في قناة اون تايم سبورتس في لقائه مع نجمنا الكبير محمد صلاح، اللي من 7 سنوات أول لقاء تلفزيوني لقناة مصرية. النهاردة محمد صلاح قالها أنا قلت للاعبين إن المنتخبات الصغيرة هي اللي بتحدد وصول منتخبات كبيرة جدا لكأس العالم. وكلام محمد صلاح مع نجوم منتخب مصر وهو قائد المنتخب وكابتن المنتخب كلام واقعي وكلام ينحط فوق الراس. عارف، شوف بقى نجم بحجم محمد صلاح، لكن عارف إن ممكن منتخب صغير يقف لك عقبة، وبالتالي لازم يدي ضوء للاعبين ويدي اشارات لباقي اللاعبين، ناخد بالنا، نركز، نلعب بجديه، نهاجم من الاول، لازم نحرز اهداف، لازم نفوز، ما نسيبش اي منتخب يقف عقبه في طريق حلمنا للوصول لكاس العالم 26، عشان يكون ان شاء الله الجيل ده مع عدد منه ادرك 2018 وعدد ان شاء الله يكون موجود في 2026. فالنهارده مبروك، مليون مبروك، البدايه موفقه للغايه. مبروك لمنتخبنا، مبروك لمدير فني كفء كبير وجهاز فني على اعلى مستوى مستر ريف فيتوريا. راجل محترم وشغال في صمت وفي حاله من الحب بينه وما بين اللاعبين. فالنهارده الحمد لله البدايه موفقه جدا جدا جدا. 6 اهداف النهارده، يعني انا يعني الحاجه بس اللي برضه عاوز اتكلم فيها. نفسي دي بداية كاس عالم تصفيات، وكان نفسنا النهاردة الجماهير المصرية كلها، على الرغم من ان اللقاء يبدو سهل للجميع، بس كان نفسي الرسالة توصل بصورة كبيرة جدا للاعبين. كان نفسي الرسالة من الجماهير، وبشكر كل الجماهير اللي حضرت، ومناش عاذر اللي ما حضرش النهاردة، اللي يقول اللقاء سهل، اللي يقول لا، احنا كنا عاوزين نوجه رسالة الاستاد يكون على اخره، يقول لاعبي منتخب مصر
احنا جايين كلنا في ظهركم، كلنا وراكم، مع اول لقاء في تصفيات كاس العالم بنقول لحضراتكم حققوا الحلم لجماهير مصر كلها اللي احنا جايين الاستاد نيابه عنها، حققوا الحلم وعاوزين نصعد لكاس العالم. كانت لازم الرساله تكون اقوى من كده يا جماعه. جمهور الاهلي لازم يكون مبادر في حضور مباريات المنتخب، جمهور الزمالك لازم يكون مبادر، جمهور الاتحاد السكندري، الاسماعيلي، المصري، بورسعيد، المحله، الصعيد، كل الجماهير. المنتخب بيضم شناوي للاهلي، بيضم عبد المنعم مع الاهلي، مش هقعد اعد، زيزو شفنا، الزمالك، فتوح زمالك، يعني ضامن كل اطياف الانديه المصريه. فانت منتظر ايه؟ بتعاقب مين؟ بتعاقب منتخب بلدك في عدم الحضور ازاي؟ ده المنتخب بيبقى مصدر كبير جدا من مصادر السعاده والبهجه. فارجوكم يا جماعه يا ريت الصوره تتغير. وانا برضو شايف ان لو عندنا ارضيه ملعب افضل او يعني تكون بصوره جيده والاستاد يكون صغير زي استاد اسكندريه، استاد اسماعيليه، السويس، نعمل المباراه بتاعت المنتخب فيها. العدد اللي موجود النهارده اللي موجود في استاد صغير هيتملى على الاخر، هيبقى موجود، هتحس ان استاد اسكندريه مليان، هيدي شكل. لكن استاد القاهره كبير، العدد النهارده افضل من المباريات الماضيه، لكن الرساله برضو ضعيفه. مش دي الرساله اللي احنا عاوزين نوصلها لنجوم منتخبنا اللي اسعدونا واسعدوا مصر كلها النهارده وهيسعدونا ان شاء الله. عندنا مباراه مهمه جدا، منتخب بكره في تمام الساعه 2 ظهرا على متن طائرة خاصة هيسافر إلى ليبيريا لمقابلة منتخب سيراليون يوم 19 19 أعتقد هيبقى يوم الحد، تمام؟ يوم الحد رئاسة البعثة السيد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري، وهيكون معاه كابتن حازم إمام المشرف على منتخب مصر، هيكونوا متواجدين مع البعثة إلى جانب الجهاز الفني واللاعبين. بتمنى التوفيق ان شاء الله، لان ثلاث نقاط جديده في مباراه سيراليون قبل ما نريح بقى فتره هتدينا اريحيه، تحطك على قمه المجموعه وانت مرتاح. اديت جرس انذار شديد لكل الفرق اللي موجوده معاك، سواء كانت اثيوبيا، سواء كانت معاك بوركينا فاسو، غينيا، سيراليون، جيبوتي، كل الفرق اللي موجوده معانا. فده اللي احنا محتاجينه. على الرغم المباراه اللي جايه صعوبتها في الملعب، ملعب نجيل صناعي، الحدود اول الحدود المسموح بها في الاستادات، ملعب صغير ضيق، فده برضو محتاجين نشوف نعمل ايه معاه. طيب معايا نجم من نجوم منتخب مصر ونادي الزمالك وهداف من هدافي الكره المصريه على مر العصور، النجم الكبير كابتن ايمن منصور. كابتن ايمن مساء الفل، منورنا واهلا بحضرتك. مساء الفل عليك يا دكتور ايهاب، وسعيد بيك وسعيد بالساده المستمعين. وحشنا كتير يا كابتن والله. وانت اكتر والله. اخبارك يعني كلها تمام؟ الحمد لله تمام. دايما دايما. النهارده يعني البعض يقلل من الفوز العريض على جيبوتي 6-0 ويقول لك ده منتخب صغير، وانا ضربت امثله وقلت قبل كده خرجنا من التصفيات على ايد ناميبيا وعلى ايد بنين وليبيريا وزيمبابوي، فالمنتخبات الصغيره دائما ما تكون عائق. والنهارده كمان الجزائر فازت على الصومال 3-1 بكام النجوم الجزائر. النهارده نيجيريا تتعادل مع ليسوتو 1-1. فدايما بقول ان الكوره ما فيش كبير وصغير، الكوره عطاء داخل المستطيل الاخضر. تعليقك يا كابتن ايمن. بص انا 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 لا انا مع اللي بيقول ان المباراه سهله وعادي، يعني مباراه فيها سكور كبير لكن ليه ما نقولش احنا كويسين؟ مظبوط. ثبات منتخب في قوه، في اداء، في اسلوب، برضه فرض اسلوبه كان بالظبط بروفا للي جاي، للي جاي كبير. الماتشات هتعلى بعد كده، سيراليون او بوركينا فاسو ممكن في عقبات، وبعدين المباراه خارج في افريقيا عموما بتبقى فيها صعوبه، حته السفر. وسيراليون دي برضه هنلعب في ليبيريا، ليبيريا دي اكثر الغرب، سبع ساعات سفر مباشر بالطياره الخاص، سبع ساعات مباشر. احنا مثلا كنا احنا بنسافر فيها مثلا ب 12 13 ساعه، بنغير في اثيوبيا واثيوبيا بتاخد فيها 13 ساعه. طبعا بالتالي برضو احنا قصرنا المسافات، لكن في عوامل بقى اللي هو الجو بيبقى عامل ازاي. طبعا ده مباراه الداخل غير الخارج خالص، فاحنا بنقول برضو مش عايزين
احنا عايزين النهارده لما منتخب مصر تحس ان في فرض الاسلوب بتاعه، في بعض العناصر اطمن عليها، في سحب بعض العناصر الثانيه بيدي فرصه لعمل الروتيشن ما شاء الله. انا شايف ان مباراه النهارده البدايه مبشره بالخير. فانا لما تكون البدايه مبشره بالخير مش عايزين بقى نقلل من الانسجام والتناغم بين الخطوط وبين بعضها النهارده. احنا شفنا حاجه جميله النهارده، ان انت عايز تجرب حاجه كويسه وفكر كويس في مباراه اليوم. انت فرضت اسلوبك وفرضت الفكر بتاعك، فبالتالي مع التكرارات المباراه اللي جايه لا انت هتعلى اكتر من كده. الحاجه الجميله بقى ان محمد صلاح طبعا امتعنا بالاهداف بتاعته، حاجات جميلة برضو، مصطفى محمد برضو، تريزيجيه، يعني في سكور تحس ان المباراة متعتها في ايه؟ متعتها في اداء اللعيبة، ومتعتها في ان انت بتسجل، بتمتع المشاهد ده بالتسجيل بتاعك. فانا شايف ما نقللش يا جماعة، احنا عايزين ده منتخبنا، منتخب مصر، فاحنا لازم يبقى نديله القدر، وبل ندفعه لقدام ونزق معاهم ان هم ازاي يبتكروا بقى في المباراة القادمة ان شاء الله. كابتن ايمن، ايه المطلوب عشان نلاقي مؤازره جماهيريه كامله لمنتخبنا في مباراتها الدوليه عكس ما شفنا النهارده؟ العدد مش ده العدد اللي يدي رساله طمانينه لمنتخب مصر وهو مقبل على تصفيات كاس عالم. لا طبعا، تصفيات كاس عالم 26 طبعا ليها اهتمام كبير، فبالتالي برضو معلش في اللي هو تذكره الحجوزات، الاماكن المفروض انه يبقى فيه برضو الجمهور، مش هيبقى مرة واحدة في الفترة ديت، لازم الجمهور برضو هيبقى في عدد معين ممكن الأمن يسمح بيه. لكن أنا بقول إن في مباريات لازم وجود الجمهور بشكل كبير جدا 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 لمؤازرة منتخب مصر والعالم. لكن النهاردة العدد برضو يعني مش كتير قوي ومش قليل قوي. فأنا شايف الجمهور ده الحاجة الحلوة اللي اللعيب بيشوفها في الملعب ويحس بيها، والجمهور بيحس باللعيب وبيأزره في اصعب اللحظات. يعني شاف مثلا احنا هنا كان مباراه، يعني كنا في اللي هي مباراه الصعود ومحمد صلاح احرز من الهدف، كنا احنا كلنا عاملين ازاي يعني. فبالتالي انا شايف ان وجود الجمهور ده عامل مهم جدا 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 لمساندة اللعيبة، لحط الحماس جواهم طبعا بشكل كبير. فوجود الجمهور لا، أنا شايف إن هو ميزة كبيرة جدا جدا. لكن النهاردة بدأنا بمباراة يعني الحمد لله اطمأننا فيها عن اللعيبة بتاعتها، كان فيها متعة أهداف، كان فيها القوة، كان فيها الثبات برضو بتاعهم، الأداء بتاعهم، أسلوبهم ما شاء الله، نفذوا فكر الراجل يعني. مظبوط. فما بالك بقى لما التكرارات الفترة اللي جاية، المباراة اللي جاية، وبعدين أنت عندك ما شاء الله لعيبة بره ولعيبة جوه، حاجة جميلة جدا. صح. حاجة جميلة. اللي على الدكة سكواد عالي بصراحة. ده منتخب تاني. صح مظبوط. فده برضو احنا عايزين يا جماعة، احنا عايزين المنتخب مصر بقى يعني الكلام الحلو يطلع. مش عايزين نهمل بقى اصل الفرقه ضعيفه اصلا. طب ما الفرقه ضعيفه على الكل، مش هيبقى علينا احنا بس. مظبوط. على الكل، بس انت السكور ده ممكن يفيدك قدام، ما تعرفش في ايه. صح. طيب النهارده انفراد كابتن محمد صلاح بصداره هداف المنتخب الوطني في التصفيات هتديله نوع من الشراهه في احراز الاهداف خلال الفتره القادمه، وده هيبقى افاده جدا بحسك التهديفي. شايف الامر ده ينطبق على كابتن صلاح ازاي في المباراه القادمه؟ لا انا شايف ان صلاح يعني ما شاء الله نفسه مفتوحه. نفسه مفتوحه ويسجل سوبر هاتريك النهارده. لا دي متعه. وبعدين اهداف يعني بصراحه فيها منها تتعلم وتتدرس وتقول الله عليك يا صلاح. يعني انا ساعات كنت عمال بسقف كان بالظبط موجود معاه في الملعب يعني. كلنا بصراحه كنت فرحان جدا ان بيجيب اهداف حتى يعني مش عدلته خالص على اللي جوه الملعب، يشوف تحرك من غير كوره يا كابتن ايمن، ازاي بيتحرك وياخد المكان. صح. وبعدين يعني تلاقيه في كل مكان في الملعب، يعني تلاقيه نازل تحت في الدفاع وطالع في الهجوم وماسك مكان السنتر فيرود وساعات على الاطراف. يعني صح. في حيويه ونشاط في الملعب، ده الليدر والقائد في الملعب لازم يبقى كده. فانا شايف ان محمد صلاح
كان ليه وجوده في الملعب النهارده وكان ليه تأثير كبير جدا جدا على زمايله اللعيبه، وزمايله اللعيبه بيبقوا فرحانين بيه جدا وهو بيسجل. فانا شايف ان هو النهارده عمل حاجه يعني جميله، ويمكن تسجيله الاهداف دي لا تخطى ارقام كثيره جدا جدا يعني ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ربنا يحميه الفتره اللي جايه وان شاء الله نفسه تبقى مفتوحه كده على طول، لان الاهداف دي بيمتع بيها جمهور مصر. مظبوط، انا مع حضرتك تماما، وبالتوفيق ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا نجمنا الكبير نجم منتخب مصر ونادي الزمالك كابتن ايمن منصور، واحد من هداف الكره المصريه النهارده. محمد صلاح 16 هدف، 6 اهداف في تصفيه 2014، 5 اهداف في 2018، واربعه النهارده في بدايه تصفيه 23، وكده احتل قمه صداره هدافي المنتخب الوطني في تصفيات كاس العالم. وبنتمنى له التوفيق باذن الله فيما هو قادم. طبعا صلاح لما بيكون فايق الدنيا بتفرق كتير جدا. يعني النهارده دلوقتي الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر، كابتن حسام حسن على راس هدافي المنتخب مصر 68 هدف، يليه محمد صلاح 53 هدف، كابتن حسن الشاذلي المرحوم حسن الشاذلي 42 هدف، ابو تريكه 38 هدف، كابتن احمد حسن 33، عمرو زكي 30، عماد متعب 28، الكابتن كاس 25 هدف، محمود كابتن الخطيب 24، كابتن جمال عبد الحميد 24. دولة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر. تعالوا نروح نشوف لقاءات مع الجماهير بعد المباراه وارجع اكمل مع حضراتكم. بصراحة كان ماتش قوي جدا، وصلاح كان موفق جدا النهاردة، وربنا وفقه وجاب هاتريك، ويا رب دايما التوفيق في الماتش الجاي بإذن الله يوم الحد، ويا رب التوفيق دايما لمنتخبنا الوطني. شفت الماتش النهاردة، بس احنا لازم نشد حيلنا شوية برضه، لأن منتخب جيبوتي من المنتخبات مع احترامنا لها المنتخبات الضعيفة، ولازم نشد حيلنا شوية في المنتخبات القادمة. أولا احنا بنهني المنتخب المصري على الفوز الكبير النهاردة 6-0 في بداية التصفيات المؤهلة لكأس العالم. إن شاء الله نتمنى نفضل متصدرين لآخر مباراة. ألف مبروك. مين نجم المباراة؟ صلاح. الفرحة حلوة، وده اللي احنا عايزين نشوفه جوه الملعب وبره الملعب. وان شاء الله اللقاءات اللي بعد كده اتمنى ان استاد القاهرة، استاد اسكندرية، استاد اسماعيلية، برج العرب، اي استاد بنلعب فيه، السويس، قناة السويس، يكون مليان على الاخر. نقول منتخب مصر اللي بيمثله مصر كلها، بيمثله محافظات مصر كلها. النهارده لو انت شفت اللاعبين هتلاقي بداية من الشناوي محافظة كفر الشيخ، هتلاقي صلاح والنني وعلي جبر محافظة الغربية، هتلاقي يعني الدنيا متوزعة. طارق حمد هتلاقي الأهلية، كل محافظات مصر موجودة في المنتخب. فأرجوكم ده اللي احنا محتاجينه. النهارده بدأ التشكيل بتاعنا طبعا. راس المرمى كابتن محمد الشناوي، في خط الدفاع عمر كمال اللي عمل مباراه رائعه جدا، بحييه جدا 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 على مستواه النهارده، كان واحد اكثر من رائع داخل المستطيل الاخضر. فتوح طبعا على الطرف الثاني، وعبد المنعم واحمد سامي. النهارده بدأ باحمد سامي في الشوط الاول، وبعد كده كان خط الوسط مروان عطيه برده كان عامل شغلها عالي جدا، هو والنني. النني كان رايق قوي 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 قوي، النني كان بيلعب بمزاج النهارده. وطبعا احمد سيد زيزو. في خط الهجوم نجمنا كابتن محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد. انا كنت سعيد جدا مصطفى محمد احرز هدف قبل ما يتغير، كره عندته كتير وكره في القائم، ومصطفى واحد من الناس اللي بتبذل مجهود كبير جدا جدا جدا، وبتهد الدفاع بلغه الكوره، واحد بيهد في الدفاع اللي موجود. مرموش يعني عاوز اشوف مرموش اللي بلاقيه في الدوري الالماني، وهو في حاله من الانسجام وبيبقى مع محمد صلاح ومع الخط اللي قدام في شغل عالي جدا، لكن اتمنى ان شاء الله ان انا اشوفه بيسجل اهداف. طبعا تغييرات علي جبر مكان محمد عبد المنعم، حمدي فتحي مكان مروان عطيه، تريزيجي كان مكان زيزو، احرز هدف برضه. تريزيجي لاعب مقاتل ولاعب راجل قوي. تريزيجي من اللعيبه الرجاله جوه الملعب وبره الملعب، واحد من الناس الجميله اللي انت تستمتع بلعبه. محمد شريف طبعا مكان مصطفى محمد بعد ما احرز مصطفى محمد هدف، ومصطفى فتحي مكان عمر مرموش. طبعا زي ما قال كابتن ايمن منصور، تحس اللي بره زي اللي جوه، مفيش فرق، لا عندك حلول، عندك لعبة مهاريه، تريزيجيه بينزل، مصطفى فتحي بينزل، تحس ان عندك لعيبه تقدر لو الماتش قافل
مع اللي جوه يقدر يعمل لك حلول من بره. فأنا بحيي مستر فيتوريا على تشكيله أيضا على الأداء النهاردة، وإن شاء الله القادم يكون أفضل. طبعا النهاردة نجمنا محمد صلاح في تصريحاته التلفزيونية الغالية جدا عبر قنوات أون تايم سبورتس مع الزميل محمد طه اللي بحييه على هذا اللقاء. كابتن صلاح النهاردة قال الحمد لله على النتيجة والمكسب، قدمنا أداء جيد أمام جيبوتي وخرجنا بنتيجة مهمة. تحدثنا مع اللاعبين قبل المباراة إن المنتخبات الكبيرة التي لا تتأهل إلى كأس العالم بتكون المباريات البدائية في التصفيات صعبة عليهم لو لم تتمكن من الفوز. ده اللي احنا قلناه، كتير جدا من المنتخبات خرجنا بسبب منتخبات صغيرة في القارة الإفريقية. واجهنا صعوبة في بداية المباراة 15 دقيقة ما كناش أحرزنا أو 17 دقيقة، ولكن تمكنا من اختراق دفاع جيبوتي وحققنا نتيجة إيجابية. الحمد لله على المكسب، سعيد بالطبع بتسجيل 4 أهداف، ولكن الأهم هو نتيجة اللقاء والأداء. ده القائد اللي جوه الملعب، مش فرحان ان انا جبت 4 أهداف، اهم حاجه النتيجه، مجمل النتيجه والاداء داخل المستطيل الاخضر. ده كلام ما يخرجش غير من واحد قائد لفرقه بحجم منتخب مصر وبحجم ايضا محمد صلاح. جميع اللاعبين سعداء بالنتيجه، وهو ما ساعدنا على تسجيل عديد من الاهداف. لم نوفق في البطوله الافريقيه الاخيره، ولكن في الوقت الحالي نمتلك مدرب جديد طبعا مستر فيتوريا بعد كيروش، وكسبنا معظم المباريات، واتمنى ان نستمر على هذا الاداء والروح ونتوج بالبطوله الافريقيه طبعا في كوت ديفوار. البطوله هتكون صعبه جدا، لكن ان شاء الله منتخبنا يسعدنا كالعاده. سعيد بتسجيل 200 هدف في انجلترا، واتمنى كل من ياتي بعدي ان يسجل اكثر. هنا انكار الذات، تمام، الايثار، مش بقى انا مش عاوز حد يجي اللي بعد بقى، لا، اللي يجي يجيب يمتع. كرة القدم للمتعة، واللعيب المحترف اللي عنده ثقافة محمد صلاح عاوز يتمتع، بينزل يمتعك، وما بيتفرج بيتمتع بزملائه. فبقول لك اللي يجي من بعد يجيب أكتر، مش مشكلة. أنا سعيد اللي أنا وصلت للعدد ده، ولسه إن شاء الله هيجيب محمد صلاح. شوف بقى الحتة اللي جاية دي مهمة جدا، وممكن أنا الفترة وجيزة جدا، بس في البطولة الأخيرة اللي كانت في الكاميرون شفتها بعيني. شفت ازاي محمد صلاح لامم لعيبه المنتخب المصري، شفت ازاي ان اصغر لاعب لسه منضم بيتعامل معامله جيده، بتلاقيهم كلهم اخوات قاعدين مع بعض، يضحكوا يتمرنوا بجديه، في البسين بيعملوا ايه، يلعبوا ديمونا، يلعبوا طاوله بالليل. لا، في روح، في انسجام، قافلين على بعض. فصلاح بيقول النهارده جميع اللاعبين اخوه لي، ونعرف بعضنا من 12 سنه، بيعرفوا بعض، والبعض من 7 سنوات اللي هم الجداد. هناك علاقة قوية تجمعنا، حتى الجيل الجديد خضنا معا أمم أفريقيا الماضية وتجمعنا علاقة كبيرة. وبتكلم من 2018 مرورا بقى، ومن قبل 2018 محمد صلاح بقى له فترة كبيرة ما شاء الله. فالقائد هو اللي بيبقى قائد جوه ويبقى بره. اللي يشوف محمد صلاح في المعسكرات أكثر الناس تواضعا، أول واحد تلاقيه موجود في التمرين، موجود بينتظر لعبته في المطعم، يطمن على كل الناس، اخر واحد لا، قائد جوه وبره. اتمنى عوده الجماهير وعوده القاعده الجماهيريه للمنتخب. شوفوا بقى الرساله اللي قالها محمد صلاح، الشكل اليوم لم يكن افضل شيء، كويس لكن مش الافضل، افضل من مباراه اثيوبيا وتونس الاخيره، لكن لا، مش دي جماهير مصر اللي في 2006 كانت بتملا المدرجات. ده اللي احنا عايزين نرجع بيه مره ثانيه، لكن بالتوفيق ان شاء الله لمنتخبنا. خلاص مباراة جيبوتي صفحة واتقفلت، عندنا مباراة مهمة الأحد، المنتخب بكرة في تمام الساعة 2 إجراء تدريب خفيف، وبعد كده الطيارة الخاصة. سيد خالد الرندلي رئيسة للبعثة، مع كابتن حازم إمام طبعا المشرف على المنتخب، مع المنتخب إلى ليبيريا. طيب ده فيما يخص منتخبنا القومي. النهاردة تصفيات كاس العالم بالامس والنهارده، غنى الاستوائيه بالامس فازت على ناميبيا 1-0، رواندا تعادلت مع زيمبابوي بدون اهداف، جمهوريه الكونغو فازت على موريتانيا 2-0، معانا في المجموعه اثيوبيا وسيراليون تعادل بدون اهداف في مباراه ما كنتش اعرف اتفرج عليها، مش عارف الملعب كان فيه ايه، ده باب ده ولا ايه. مصر طبعا النهارده على جيبوتي 6-0، بوروندي 3-2 على جامبيا، الجزائر 3-1 على الصومال، بوتسوانا مع موزمبيق، بوتسوانا خسرت 2-3، نيجيريا تعادلت مع ليسوتو 1-1، الجابون 2-1 كينيا، السودان وتوجو تعادلوا 1-1، كاف فيردي مع انجولا لسه ما خلصش المباراه، وهنجيب لكم النتيجه بعد قليل. طيب بعض الاخبار اللي معانا السريعه، لان احنا النهارده معانا 2 من النجوم، كابتن سعيد عبد العزيز نجمنا الكبير ونجم النادي الاهلي والمدير الفني للعديد من الانديه، ومعاه ايضا موسوعه القسم الثاني
الزميل والناقد الرياضي الأستاذ محمد باهي، وحنتكلم في أمور كتيرة جدا. لكن بعض الأخبار السريعة في النادي الأهلي، انتقادات بالجملة للجنة التخطيط بتدفع إدارة النادي لتغيير سياسة التعاقد مع اللاعبين الأجانب. الخبر أن أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك تقييم شامل لملف اللاعبين الأجانب في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد الانتقالات أو الانتقادات اللي طالت إدارة النادي ولجنة التخطيط خلال الفترة الأخيرة. من المنتظر الموافقة على عرض مالي، عرض خارجي للمالي أليو ديانج، يعني ممكن ديانج نلاقيه يعني خارج النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية هيتباع. نفس الوضع بالنسبة لعلي معلول مع إمكانية رحيل التونسي أيضا كريستو، وما زال موقف مودست معلق، لكن أنا بقول لحضراتكم مودست مكمل مع النادي الأهلي بعد الهدف اللي جابه الأخير، قاعد. طيب والأهلي حط صلاح محسن وطاهر على طاولة إمبي للفوز بصفقة أوفا. طبعا أوفا طبعا واحد من اللاعبين المهاجمين الكويسين جدا في نادي إمبي خلال الفترة الأخيرة. طيب أخبار النادي الأهلي كالعادة، ناقدنا الرياضي اللي إن شاء الله هيبقى فيه مفاجآت معاه الفترة اللي جاية، الزميل والناقد الرياضي إسلام محمد. أستاذ إسلام برحب بيك، منورني وأهلا وسهلا. يا دكتور مساء الفل عليك، برحب بيك وبرحب طبعا بكل مستمعين ملعب البلد وقناة طول البلد في كل مكان. طبعا فقرتك أنت ومطاوع أهل وزمالك خلاص بقت لها متابعين وبشغف لكل الأخبار، لأن أنا عارف أن أنتم مصدر ثقة جدا في أخباركم سواء داخل نادي الأهلي فيما يخصك أو داخل نادي الزمالك فيما يخص مطاوع. النهاردة معايا الخبر بتاع الانتقادات اللي طالت لجنة التخطيط في التعاقد مع الأجانب، عندي كمان صلاح محسن وطاهر عشان الأوفة طبعا في إمبي يجي الأهلي، وأربع لاعبين في صفقة دم عمر كمال عبد الواحد معروضين على النادي الاهلي على النادي فيوتشر، خالد عبد الفتاح واحمد عبد القادر وصلاح محسن وكريم ند. صحه هذه الاخبار. في الاول يا دكتور بس لو تسمح لي سريعا، طبعا ابارك لمنتخبنا الوطني طبعا النتيجه العريضه والنتيجه الكبيره، خاصه ان احنا في اوقات سابقه كتير جدا يا دكتور كان عندنا مشكله في البدايات ودي كانت بتاثر علينا في باقي التصفيات. للامانه لازم نشيد بالمنتخب النهارده، الاداء النتيجه كمان روي فيتوريا الحقيقه حتى انا في المؤتمر الصحفي انا شكرته النهارده على الاداء وعلى النتيجه، وان هو كمان قال حاجه مهمه جدا ان الفوز الكبير ده مش هيكون نتيجة خادعه علينا. احنا فوزنا بسداسيه ولكن اللاعبين يعلموا جيدا ان مش جيبوتي، مع احترامي للمنتخب الجيبوتي، اللي احنا نقيم منتخبنا الوطني على على على, على باقي التصفيات. عشان كده هو قال جمله مهمه جدا ان النتيجه الثقيله النهارده مش هتكون خادعه، فدي كمان بيوصل رساله للاعبين ان احنا كسبنا جيبوتي بسداسيه، ولكن الاهم اللي جاي مباراه سيراليون ايضا مباراه مهمه جدا، اول ست نقاط دول يا دكتور اعتقد هيحطونا على الطريق الصحيح انك انت كمان تبدا متصدر المجموعه وتفضل ماشي كده بقى متصدر المجموعه ان شاء الله لحد حلم صعود كاس العالم، اعتقد دي هتكون حاجه ايجابيه جدا. ده كان سريعا بس، فكنا لازم نشيد بالمنتخب وكنا لازم ايضا نشيد بروي فيتوريا، زي لما بيكون في انتقاد وقت ما بيكون الاداء مش جيد والنتائج الى حد ما مش جيده، فلازم نشيد بيه ايضا لما يكون مادي بشكل جيد، وكمان اللاعبين ما تحسش كمان زي ما حضرتك قلت يا دكتور ان اللاعب جوه اللاعب بره عفوا يفرق كتير عن اللي جوه. في حاجه كمان عايز اربطها مهمه جدا عشان بس الناس طلعت اتكلمت فيها، موضوع امام عاشور وان هو كان زعلان بسبب ان هو ما شاركش النهارده في المباراه دي. انا بس في تفصيله مهمه وفي تركه مهمه عملها النهارده روي فيتوريا في الملعب، ولهذا السبب امام ما شاركش مع المنتخب النهارده. التغييره اللي عملها روي فيتوريا يا دكتور قلب بيها الطريقه، بمعنى اصح قلب بيها الطريقه، شفنا روي فيتوريا غير التكتيك داخل الملعب، ده على فكره في حسابات روي فيتوريا ما خرجش بره حسابات الراجل على الاطلاق، زي ما البعض بدا يردد عشان امام ما شاركش النهارده. امام لو زعلان فهو زعلان عشان ما شاركش، لانه كان يتمنى بكل تاكيد ان هو يشارك مع منتخبنا الوطني. وفي فتره من الفترات يعني امام قبل التبديلات دي كان هو اللي بيجري الاحمال. صحيح صحيح، انا قاعد في الماسوره شايف. قلنا لازم بقى عشان كده نشوف، انا ذكرت لحضرتك نقطه مهمه وتركايه، اللي قاعد في الملعب هو اللي ممكن يكون واخد باله منها وهو اللي ممكن يكون شايفها. وامام من اللعيبه الملتزمه جدا، يعني طبعًا انا عارف امام طبعًا. وشخصيه جميله
ومستقبل واعد للكره المصريه ان شاء الله باذن طبعا الله. ولم يخرج عن النص يا دكتور، فهو لو زعله فهو زعلان بس لان كان يتمنى بكل تاكيد ان هو يشارك في الكرنفال اللي كان موجود النهارده في اول مباراه سداسيه، فكان هو اكيد يتمنى ان هو يشارك فقط لا غير ان شاء الله. طيب اخبار النادي الاهلي اللي انا قلتها صحتها؟ بص يا دكتور، انا يعني سمعت حضرتك وانت بتتكلم تحديدا على مودست. مودست تحديدا يا دكتور الموضوع ما زال تحت التقييم، يعني بغض النظر عن الهدف اللي سجله في لقاء البونا الاخير، هدف انا بالنسبه لي هو هدف من مهاره فرديه فقط لا غير. ولكن عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، ان مجلس الاداره ما زال في انشقاق بشكل كبير عن وجود مودست داخل النادي الاهلي خلال فتره يناير المقبله. لو تتذكر يا دكتور احنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات والاسبوع اللي قبليه ان الاهلي خلاص بيخلص مهاجم شاب. عايز اقول لك ان الموضوع خلاص تطور بشكل اكبر، والمهاجم بنسبه قد تقترب من ال 70 وال 80 و80% اقترب بشكل كبير من النادي الاهلي. ده بالنسبه للمهاجم اللي تحت السن، وزي ما قلنا ايضا في ملعب البلد مع حضرتك ان سوزا ما زال خيار مطروح بقوه لدى مارسيل كولر. وعايز اقول لحضرتك حاجه مهمه ونقطه مهمه جدا، ان ما زال مارسيل كولر مصمم على التعاقد مع جوستافو سوزا دكتور، ولغايه اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها دي هو اقرب حد للنادي الاهلي خلال فتره يناير اللي جايه، بالاضافه طبعا الى المهاجم تحت السن اللي انا ذكرته مع حضرتك. بقى لنا اسبوعين تقريبا اتكلمنا في القصه، وبدا الموضوع يتردد سواء على السوشيال ميديا او عبر القنوات الاخرى. ده بالنسبه لمودست، يعني طبعا مع كامل تقديري واحترامي حضرتك قلت ان مودست بنسبه كبيره ممكن يكمل، فانا بقول لحضرتك ان ما زال الموضوع في انشقاق داخل المجلس 50% 50% ان مودست ممكن بنسبه قد تقترب من 60% يرحل عن النادي الاهلي خلال يناير المقبل. طب جميل، بيرستاو بيطلب مليون و750 عشان يجدد؟ معلومه غير صحيحه يا دكتور. عايز اقول لك ان بيرستاو مع مارسيل كولر الحقيقه نسخه مميزه جدا. النسخه اللي احنا بقالنا فتره ما شفناهاش من بيرستاو، بيرستاو ممكن يكون الى حد ما الفتره الاخيره مش هو بيرستاو اللي الناس كانت تعرفه مؤخرا او حتى مع نهايه الموسم اللي فات كان متوهج بشكل لافت للنظر. ولكن يا دكتور المعلومه اللي عندي بنسبه 100% ان بيرستاو لم يطلب اي زياده قيمه العقد عشان يجدد مع النادي الاهلي. عايز اقول لحضرتك ان كان في جلسه خلال الساعات اللي فاتت ما بين بيرستاو وما بين مسؤولين داخل النادي الاهلي، ومش من ضمنهم على الاطلاق لجنه التخطيط يا دكتور، واللاعب مقتنع بشكل كبير ان هو يكمل على النادي الاهلي، ما عندوش كمان شروط ولا اشترط على النادي الاهلي ان هو عشان يجدد يطلب الرقم اللي هو عايزه، لا بالعكس خالص، الراجل ما عندوش اي مشكله ان هو يجدد بالرقم اللي النادي الاهلي عايزه بكره. طيب ده جميل. طبعا امبي والصفقه التبادليه. بص يا دكتور الحقيقه موضوع امبي والصفقه التبادليه، امبي بشكل كبير، مش امبي بس، يعني خلينا بس اربط ما بين امبي وما بين فيوتشر، الاثنين عايزين كريستو وعايزين صلاح محسن تحديدا. انا بكلمك على الثنائي دول تحديدا، ولكن حضرتك ذكرت كمان ايضا خالد عبد الفتاح. خالد بالفعل في الصوره، ولكن من ناحيه امبي فقط لا غير. يعني عايز اقول لك ان امبي اتكلم بالفعل مع بعض المسؤولين من داخل النادي الاهلي ان هم ممكن ياخدوا خالد عبد الفتاح، ولكن مش صفقه تبادليه دكتور مع اوفا تحديدا. اتكلمنا ايضا عن قصه محمد حمدي وربطناها وقفلناها خالص يا دكتور، ان استاذ ايمن الشريع مش هيبيع محمد حمدي خالص داخل مصر. محمد قالك بره مصر على طول بالفعل، واحنا قلنا حتى مع حضرتك هنا ان هو عايز يبيعه، وتحديدا في البرتغال لان هو جاله اكتر من عرض برتغالي تحديدا يا دكتور، وفي عروض رسميه انا عندي معلومه ان هي وصلت امبي من البرتغال فيما يخص محمد حمدي. ولكن استاذ ايمن الشريعي، وانا باكد لك يا دكتور، رافض تماما فكره ان هو ياخد صفقه او صفقتين تبادليتين من النادي الاهلي ويسيب اوفا للنادي الاهلي. لا هو عادي، هو متاح خالص اوفا ان هو يروح النادي الاهلي، ولكن بالرقم ايضا اللي انبي يحدده. وعايز اقول لحضرتك على رقم ممكن يفاجئ البعض، ولكن اوفا يا دكتور انبي مش هيسيبه باقل من 20 مليون جنيه. تمام، 20 مليون جنيه بالفعل ده الرقم اللي محطوط فوق يا دكتور.
ربنا يوفق ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز وناقدنا الرياضي اسلام محمد، وفقره اهلاوي فقره زملكاوي، وزميلنا وناقدنا الرياضي استاذ محمد مطاوي. استاذ محمد برحب بيك ومتالق ومنور كالعاده. دكتور ايهاب انا دايما بكون سعيد لما بقول لحضرتك وانا بتكلم معاك، واهلا وسهلا بحضرتك وكل متابعينك ومشاهدينك في كل مكان. يا اهلا وسهلا. الزمالك وما يدور داخل الزمالك، معتمد جمال مكمل لحين اشعار اخر ولا في مدير فني جديد، واخر كواليس نادي الزمالك لديك؟ طيب اولا طبعا بنبارك لمنتخبنا الوطني النهارده على النتيجه والفوز العريض، دايما كان بيبقى عندنا قلق البدايات، ولكن الحمد لله محمد صلاح ورفاقه يعني قدروا يشيلوا التوتر والقلق ده بدري بدري كده، ويدخلونا اجواء التصفيات مبكرا كده، وان شاء الله تكمل على خير، وفي 26 يكون منتخبنا منور في كاس العالم باذن الله. بالنسبه لنادي الزمالك، معتمد جمال بحسب التاكيدات اللي وصلته واللي ببلغك بقوله ده، هو اللي اتبلغ بيه كابتن معتمد جمال من كابتن حسين لبيب ومجلس الاداره، قالوا له انت مكمل معانا على الاقل حتى يناير المقبل، ولحد ما تنتهي بطوله امم افريقيا كمان انت موجود معانا ومكمل انت وجهازك المعاون، وتبلغوا بهذا الامر رسميا. الزمالك بيضع زي ما قلنا قبل كده مع حضرتك دكتور ايهاب، بيضع اولويات بالنسبه له اهم من يعني اولويه اهم من اولويه، الاولويه الاولى بالنسبه له هي اللعيبه تاخد مستحقاتها الماديه عن الموسم الماضي وعن الموسم الجديد. واللعيبه لما قعدت مع كابتن حسين لبيب قبل مباراه بيراميدز كان الكلام واضح معاهم ان انتوا في خلال اسبوعين هيبقى في جلسه نبلغكم فيها بمواعيد صرف الرواتب والمستحقات الماليه بتاعتكم، فدي الاولويه بالنسبه لهم. فكابتن معتمد جمال مكمل مع الزمالك، مكمل ماتش ابو سليم، مكمل ماتش فيوتشر، مكمل مباراه سواريز غيني وسجراده، كابتن يعني معتمد جمال يعني موجود مع الزمالك في الفتره المقبله. جميل جدا، يعني كابتن معتمد كده موجود الفتره المقبله، لكن لغايه يعني حددوا موعد ولا نهايه الموسم؟ بص يا دكتور يعني الزمالك الامور متوقفه فيه على الامور الماليه هتمشي ازاي. خلينا نكون يعني نكون منطقيين وواضحين للجمهور ان الزمالك بيعاني من ازمات ماليه كبيره جدا جدا جدا، والمجلس الجديد ما زال بيتحسس اولى خطواته في النادي، ففي فلوس داخله للنادي في الفتره اللي جايه من الرعايه، وفي رعاه جدد هيخشوا هتزود قيمه رعايه نادي الزمالك، في قروض الزمالك بدا يشتغل عليها، يعني الزمالك بدا يشتغل على ارقام كبيره تبقى قروض في ارقام ب 300 مليون ووزاره الشباب هتكون متضامنه فيه، في 100 مليون بضمان اشتراكات نادي الزمالك، في ثانيه بضمان ارض اكتوبر، وان كان هذا القرض بيواجه بعض المشاكل بسبب ان ارض اكتوبر لم تنتهي كافه الامور بالنسبه لها، فيعني لكن الزمالك داخل على قروض، داخل على سيوله ماليه الفتره الجايه تقدر تمشي النادي اللي بيحتاج طبقا لكلام مسؤولي نادي الزمالك بيحتاج من ما يقارب النص مليار جنيه عشان يقدر يمشي العجله داخل نادي الزمالك في ظل الازمات. فوجود مدرب اجنبي مفيش في الفتره دي، والفلوس اللي موجوده داخل نادي الزمالك من العمله الصعبه او الدولار ما كانت هتتوجه ليه المدرب اسوريو، جزء منها للمدرب اسوريو والباقي هيكون لتسيير امور اللاعبين الاجانب اللي هم موجودين في الفريق وهكذا. وبالنسبه لمستحقات النادي مع سبورتنج لشبونه لو وصلوا لاتفاق معاهم، لو ما وصلوش هيقدروا يكملوا عليها ويقدروا يرفعوا القيد في الفتره المقبله. طب هل تم ترشيح السيد عمرو الجنايني رئيس اتحاد المصري السابق كرئيس لشركه الكوره في حال انشاء في نادي الزمالك ولا لا؟ طيب خلينا برضو نكون زي ما متعودنا مع حضرتك، وحضرتك دايما بتراعي النقطه دي يا دكتور ايهاب، هل في اصلا شركه كوره لنادي الزمالك؟ ما فيش اصلا شركه كوره. في حاله انشاء، في حاله التفكير، في حاله انشاء طبعا من اسم المرشحين جدا جدا، وفي اسم ثاني مرشح استاذ ايمن ممدوح عباس، وفي اسماء كثيره مرشحه، في كابتن احمد حسام ميدو مرشح، في اسماء كثيره مرشحه، ولكن هو حتى الان الزمالك لم يتخذ اي خطوه فعليه من الاساس لانشاء شركه الكوره، يعني ما فيش اي خطوات او ورق او دراسات او اي من هذا القبيل يعني لانشاء فرقه الكوره. وباكد برضه من خلال حضرتك مره ثانيه وثالثه، الزمالك اولوياته مستحقات اللاعبين، مستحقات المدربين والاجهزه الفنيه، وبعد كده رفع القيد وتجديد للاعبين اللي عقودهم بتنتهي في نادي الزمالك. في 9 لاعبين منهم يعني في اسماء خرجت بره الصوره في الفتره الاخيره بسبب الازمات، هل هيبقى لهم وجود ثاني او لا؟ بس هو من ضمن الاسماء 9 اسماء اللي موجودين في الفريق.
طبعا بنتمنى التوفيق ايضا للقلعه البيضاء خلال المرحله القادمه. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا وناقدنا الرياضي المتخصص في شؤون نادي الزمالك الزميل محمد مطاوع. في القسم الثالث ان عندي النهارده زي ما قلت لكم نجمين كابتن سعيد عبد العزيز وكابتن محمد باهي. عندي مشكله في كفر الشيخ هيكون فيها مداخلات سواء كان مع رئيس النادي الكابتن عبد الحميد مصطفى او مع كابتن عبد الناصر محمد اللي اعلن استقالته بالامس، وفي كلام كتير جدا على السوشيال ميديا نشوف حدوده ايه. ايضا نادي القناه ومطالباته لاتحاد الكره وشكوته من التحكيم خلال المباراه الماضيه. اخد النتائج الخاصه بالقسم الثالث. في المجموعه الاولى في الاقصر شبان اسنا خسر امام المدينه المنوره 0-1، وسكر اوس تعادل مع ابو ريش بهدف مقابل هدف، انا تعادل مع تحرير اسوان بدون اهداف، مركز شباب الحصايا 1-2، مركز شباب ادفو، سلام باسنا 2 وقفت 1، مركز شباب ادفو في الصداره برصيد 10 نقاط، يليه افتو تحرير اسوان 8 نقاط. في المجموعه الثانيه في سوهاج جرجة مع المراغة 1-1، شباب شبان المراغة 1 هلال طهطا لا شيء، سوهاج 1 عاملين غالب لا شيء، مركز شباب سوهاج وابو طشت تعادل سلبي، مركز شباب سوهاج في المركز الاول برصيد 7 نقاط ويليه سوهاج 7 نقاط. معلش في المجموعة الاولى بس انا ما قلتش انا 10 نقاط في المركز الاول، يليها مركز شباب ادفع 10 نقاط. في المجموعة الثالثة عندنا مركز شباب ناصر ملاو فاز على مركز شباب ساحل سليم 1-0، البداري فاز على الوادي الجديد 2-0، مركز شباب مطاي 1 اسيوط لا شيء، القصيه 1 ناصر الفكريه لا شيء. كده الوادي الجديد 10 نقاط ومركز شباب مطاي 10 نقاط وناصر ملاوي 9 نقاط. الوادي الجديد من المحافظات اللي انا اتمنى ان انا الاقيها موجوده في الدوريات الكبرى، لان برضو محافظه حدوديه لها كل التقدير وكل الاحترام. في المجموعه الرابعه في الفيوم مركز شباب سمسطة 3-2 مركز شباب الفيوم، مركز شباب صنورس 3-2 بني سويف، بني سويف في حاجة غلط كده، في حاجة غلط في بني سويف. أهلي الغرق 3 متر طارس 1، مركز شباب إتصا 1-5 توت عنخ آمون، مركز شباب بشوية 5-3 أبوكسا، توت عنخ آمون 15، مركز شباب صنورس 12، بني سويف 10 ومركز شباب سمسطة 10. في المجموعة الخامسة في الجيزة الإعلاميين 2، مركز شباب أطفيح لا شيء، المعاد وحدائق الأهرام تعادل سلبي، دايموند 4 مركز شباب سول 1، مركز شباب بشتيل 1-2 مركز شباب سول. يعني إزاي مركز شباب سول يا جماعة مباراتين 2 ورا بعض؟ الإخوة في الإعداد يقولوا لي. كاسكادة 3-2 مركز شباب أبو النمرس، منشيط ناصر 11 أسمنت حلوان 1، إيه النتيجة دي؟ أولا كرة الهاندبول. والصيد 2 وحلوان العام 1. كده الاعلاميين 14، الصيد 12 واورنج 10 ومركز شباب بشتيل 10 وابو النمرس 10 ومركز شباب اطفيح 10. في المجموعه السادسه في القاهره البلاستيك 1 بنها لا شيء، الاناط الخاريه 1 المرج لا شيء، الطيران والمطريه 1-1 والمازه 3-2 مركز شباب ابو سعود، اسكو 1 مركز شباب بطل لا شيء، اليوب وبهتيم 1-1 هليوب للصفر شباب توخ 1. في طبعا كده البلاستيك 16 والطيران 11 وشباب توخ 11 واليوب وبهتيم والاناطر 10. في المجموعه السابعه في بورسعيد مركز شباب عامر 1-2 كبسي، الرباط والانوار وفايد تعادل سلبي، النوبه 0-1 الجمارك، دمياط 1-2 منشيه الشهداء، الرباط والانوار 10 منشيه الشهداء 9 كبسي 8 والجمارك 8. يعز عليا جدا لما الاقي والنوبه طبعا 7 ودمياط 7، لكن دمياط بحجمها الكبير تبقى في المركز اقول ايه بس السادس من 8 فرق. في المجموعه الثامنه في الشرقيه متخلف 1-2 شباب ابشيش، بالبيس 2 فاقوس لا شيء، سرسليان وشباب ضرب نجم تعادل سلبي، شباب فاقوس 0-1 الشنواني، منوف 4-1 بروسيا، الشرقيه 3 اشمون لا شيء، الشرقية في الصدارة 13، شباب ديار بنجم 11 والشنواني 11. والله الشنواني كتر خيرهم فرقة لسه صاعدة من القسم الرابع في المنوفية. في المجموعة التاسعة في الدقهلية الزرقاء 0-2 شربين، مركز شباب دمياط 3 شباب منية سمنود 1، منية النصر 2-1 راس البر، شبان بدوي 3 السرو 1، بالاسيتي ومياه الدقهلية تعادل سلبي، والسنبلاوين 1 شباب فرسكور لا شيء، وشربين في الصداره 15 بالاسيتي 13 وشبان بدوي 12 وراس البر 11. في مجموعه الغربيه دسوق 2 مركز شباب قطور 1، بلطيم 1 الليل لا شيء، اتحاد بسيون 2 الحمول لا شيء، سخا
صفر واحد مركز شباب بسيون. بعد كده عندنا بيلا 4-1 عثمانسون، سيدي سالم 1 وسبورتنج كاسل 1. المركز شباب بسيون في الصدارة وبرضو ده صاعد من القسم الرابع بحييهم 12، واللين وبلطيم 10 وعثمانسون تراجع إلى المركز الرابع برصيد 9 نقاط ولكن عنده مباراة مؤجلة زي بلطيم. في المجموعة 11 مركز شباب وحمص 2-1 بدر، المنتزه وإيتيل البارود 1-1، مركز شباب العمرية 3 نهضة العمرية لا شيء، مركز شباب كفر بولين والدلنجات 1-1، أصحاب الجاري 2 مياه البحيرة لا شيء، مركز شباب المعمورة والترام تعادل سلبي، أبو حمص 13 والدلنجات والمنتزه وأصحاب الجياد 11 نقطة. في المجموعة 12 ألف وبيف، في ألف السينة في العريش شباب بلوزة والفيروز تعادل إيجابي 1-1، شباب مصر 0-4-6 أكتوبر، النصر بالعريش وبير العبد 1-1، مركز شباب أحمد المنسي 2 سالم الهرش 3 أبي صقل وشباب الخربة تعادل 1-1، 6 أكتوبر 13 نقطة سالم الهرش 12 مركز شباب أحمد المنسي 10 نقاط. في مطروح المصر بالسلوم 1-2 السلوم، الزهور 2-1 الرجاء، النصر البراني 2-1 شباب الضبعة، الوداد 1-4 مطروح. طبعا الجزيرة انسحاب سيوة من المسابقة، وحول لحضراتكم مشكلة سيوة برضو ان احنا لازم نلاقي لها حل. الجزيرة 10، النصر البراني 8، الزهور 8، المصر بالسلوم والسلوم 7 ومطروح 7 والرجاء 4، شباب الضبعة 3، الوداد لا شيء. يعز عليه برضو الرجاء يبقى في المركز ده هو اللي كان يصول ويقول في الدوري الممتاز. فيما يخص سيوة، سيوة اتسحبت من المسابقة وبنحاول اللي هي ترجع على الرغم من القرار اللي صدر، لكن هم الملعب اللي عندهم الامن لم يوافق عليه، الملعب من غير سور غير مؤمن، وبالتالي قالك ما ينفعش. القريه الاولمبيه العسكريه هناك وافقت شفهيا اللي هم يلعبوا، فالامن هناك طبعا في مطروح وايضا في منطقه الكره طلبوا خطاب رسمي يفيد ان هم بالموافقه وعلى طول نلعب حتى لو الملعب فيه حاجه هيتم اصلاحه، لكن لغايه دلوقتي الموافقه الرسمية مكتوبة ما جاتش من القوات المسلحة في سيوة. أشوف تقرير وينضم لي بعد كده نجمينا كابتن سعيد عبد العزيز وكابتن محمد باهي وحديث كبير جدا عن القسم الثاني ودوري المحترفين. طبعا احنا جايين اول حاجه عاملين حسابنا فريق ميجا، فريق ميجا فرقه محترمه مبنيه كويس، مصروف عليها مصروف كويس، الدكتور احمد شريف من الناس اللي عامله فريق منافسه كويسه، كابتن ياسر حسين طبعا كابتني وكانت الفرقه، احنا عاملين حسابنا ان هي هنلعب طبعا فرقه محترمه، فطبيعي بنلعب بطريقه لعب مختلفه شويه عن اي ماتش تاني، انت بتلعب فريق متصدر وانت يعني الحمد لله بشكر اللعبه اللي عملوه. تفصيل كل هذه الاحداث، الله المجموعه التاسعه تشتعل في هذا الاسبوع، راسيه ملعوبه ياخدها الله الله التصويبة الله. احنا بنلعب باستراتيجية ان دول يبقوا لعيب الكورة عشان يحققوا بعد كده البطولة، فدي يعني خطوة كويسة جدا جدا مع فرقة محترمة من سمنود، الكابتن نصر التليس وعيد اللوزي من مدربين الكبار في وجه بحري، كويس ان احنا كسبنا. عبد الغني وانا العرضيها وخطار لحفني لحمادة لحفني محمد جودة مديرا فنيا للنجوم بدور القسم الثاني ألف خلفا لنادر السيد، حسام عبد العال مديرا فنيا لغزل المحلة خلفا لخالد عيد،
إصابة عبد الرحمن بودي هداف وي بقطع في الرباط الداخلي للركبة وغيابه 6 أسابيع عن صفوف الفريق. محمد حامد المدير الفني لبروكسي يتراجع عن اعتزال التدريب ويعود لقيادة الفريق فنيا. تأجيل مباراة المحلة ولافينا في الجولة 9 لتقام يوم الاثنين المقبل بدلا من الأحد. القناة يشكو التحكيم ويطالب بتطبيق الفار في المباريات المقبلة للدوري. عبد الناصر محمد يستقيل من تدريب كفر الشيخ اعتراضا على سياسة الإدارة. إصابة أحمد رفاعي الشهير بريفو لاعب بترول أسيوط بقطع في الرباط الصليبي. إصابة ناصر الفار هداف مكادي بجزع في الركبة وغيابه شهر عن الملاعب. المنيا يصرف جزءا من المستحقات المالية للاعبيه بالرغم من الخسارة أمام طمية. عدنا إليكم مجددا أعزائي المشاهدين، واسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفي الكريمين الموسوعة والناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمد باهي موسوعة القسم الثاني منورني، وعودة حميدة في أولى حلقاتك السنة دي معنا. حبيبي يا دكتور، أنا سعيد جدا جدا أني معاك طبعا ومع مشاهدينك الكرام، وكالعادة يعني أنت متألق يعني ونتمنى أن احنا نزداد من هذا التألق يعني. أنا عاوز بس أشيل الورقة اللي أنت حاطه قدامك والورقة التانية دي اللي على جنب، السر كله بيبقى السر كله في الورقة على طول. طبعا نجمنا الكبير لاعبا ومديرا فنيا للعديد من الأندية كابتن سعيد عبد العزيز، منور دنيا كابتن سعيد. ده منورك يا دكتور، وسعيد اني موجود مع حضرتك النهارده وطبعا مع الاستاذ محمد باهي. شايف دوري المحترفين السنه دي او القسم الثاني الف ازاي؟ يعني هي تجربه كويسه. زي ما بقول كده احنا جبنا صفوه الفرق في الثلاث مجاميع، لكن الفرق اللي استعدت كويس من البدايه هي اللي ماشيه كويس. انا شايف حتى ترتيب الابنات مش بعيد عن بعض، لكن الفرقه اللي عندها امكانيات هي اللي هتكمل للاخر، وتقريبا 3-4 جولات كمان الجدول هيبدا يتفصل. الدنيا عماله استقالات ونجوم، كابتن محمد جوده جهاز جديد، حسام عبد العال مكان كابتن خالد عيد في غزل المحله، عوده محمد حامد لبروكسي بعد ما احمد سمير ادار المباراه الماضيه، كابتن عبد الناصر محمد كمان في القسم الثاني بقى في كفر الشيخ يرحل، ايه اللي بيحصل؟ للاسف الشديد يا دكتور احنا من السنه اللي فاتت، الكلام ده ليه توابع من السنه اللي فاتت، للاسف انت دلوقتي بتتفق مع مدير فني وبتكون المدير الفني على المحك، يجي يقول لك لازم تكسب او تتعادل ما تخسرش بنقط. للاسف الشديد اي مدرب دلوقتي بيخسر مباراتين متتاليتين بيرحل بنسبه 95%، ولو صبر عليه ماتش تاني وتعادل هيمشي. طالما اتكتب كده تحت شعار تجديد الثقه في الفلاني الفلاني، خلاص اعرف ان هو يبقى اتقرت في حته، اتقرت في بالظبط كده. المشكله هنا مش رحيل مدرب او مش رحيل مدرب، لسه كنت بتكلم مع كابتن سعيد، اول حاجه اول مدير فني او مدرب يتولى فرقه يجي يقول لك ايه الفرقه مش صفر بدني او واقع بدني، دي اول جمله اي مدرب بيقولها لما يجي يتولى. وبعدين القماشه يبقى واقع بدني ثم القماشه مش كويسه، فطبعا يعني جاي ومعاه مبرراته، فدي طبعا مشكله كبيره جدا انك انت جاي ومعاك مبرراتك. انا مش كل المدربين على فكره، بس اغلب المدربين بيجوا بمبرراته، فدي مشكله كبيره. تعال بقى تالت حاجه بقت ظاهره دلوقتي، ان المدرب يمشي ويعري فرقته، وده طبعا اسلوب غير لائق تماما حتى لو كان في مشاكل كابتن سعيد. يعني طبعا كابتن سعيد مشي من النجوم ما سمعنالوش صوت الحقيقه يعني. الراجل رغم ان كان في مشاكل وانا كنت شاهدتها عن قرب لان احنا كنا التقينا في الملعب في اثناء فتره الاعداد، لكن الراجل بكل شياكه وبكل اريحيه لما مشي خلاص ما سمعناش فيه مبررات ايه وما سمعناش الكلام ده خالص، وخصوصا قدام على السوشيال ميديا. فانا بطالب كل المدربين الحقيقه طبعا ان هم يعني يحتفظوا بالسريه اولا وبالعلاقات الكويسه، لان هي دي اللي هتبقى يعني.
فلا الدوري اولا صعب جدا يا دكتور، صعب جدا. هو طبعا دوري مثير وقلنا ان هيبقى دوري قوي، ده طبعا ده من الطبيعي. لكن طبعا في مشاحنات كتير، في سخونه كتير، في اثاره كتير، طبعا اصفر عن ان لا هنيجي نتكلم طبعا مع الوقت ان من الواحد لعشره يمكن واحد لتسعه كلهم انديه شركات وانديه خاصه اللي معاها الامكانيات. طبعا الامكانيات بتلعب دور كبير جدا جدا، وطبعا يعني واحد زي الكابتن سعيد كمدير فني بيهمه طبعا الامكانيات، لما يكون بيتولى فريق الاداره الفنيه طبعا بيهمه الامكانيات الماديه والاستقرار اللي هو يعوضه بالنسبه للنجاح يعني. تمام كابتن سعيد، عشان تشتغل يبقى عندك اريحيه واستقرار وعشان تنجح في مهمتك، زي ما قال نقيدنا الرياضي الاستاذ محمد باهي، مباراه والثانيه خساره يبقى تجديد ثقه يبقى معناها تقرت الفتحه زي ما انا قلت. اكيد. ايه اللي انت بتحتاجه كمدير فني عشان تقدر تشتغل بهدوء وتقدر تحقق التارجت بتاعك؟ هي كلها منظومه دكتور. يعني منظومه مجلس اداره، تمام، لعيبه، جهاز فني، جمهور. لو المنظومه دي كلها اتربطت ببعض هيتوفر لك الاستقرار. ولازم يبقى عندك الدعم، يعني لازم عندك الدعم من مجلس الاداره ان انا في ظهرك، يعني مش معنى ان انت بتخسر مباراه او بتخسر الثانيه، لو انت مديني الثقه ان انا مكمل معاك بقيه الموسم هتظهر النتائج الايجابيه. ودي بانت في فرق كتير، يعني لو شفنا بتروجيت السنه اللي فاتت نفس الجهاز موجود هو انا بس بتكلم يعني عشان ما دخلتش في الدرجه الثالثه والحاجات دي، لكن بتكلم على الاستقرار اللي موجود. هنلاقي مثلا دجله الراجل موجود زي ما هو، حرس الحدود، ابو قير الاسمده، القناه اللي لسه مجدد، السكه الحديد، يعني هتلاقي معظم الانديه يا دكتور بتحافظ على المدير الفني، مدي لك استقرار فبالتالي انا في ظهرك. الحته اللي بيتكلم عليها الاستاذ محمد، موضوع انت لازم هتختلف مع مجلس الاداره في حاجات. لكن في خط احمر، يعني انا ممكن كمدير فني ممكن ما اتدخلش في الحته الاداريه قوي، لكن لازم حقوق اللعيبه تبقى موجوده. ليه؟ لان انا اللعيبه دي هحاسبها ازاي؟ انا كمدير فني اللعيبه اللي بتخسر دي المفروض انت ليك حقوق وواجبات. حقوقك انا بجيبها لك من مجلس الاداره، لكن في واجبات للنادي. تمام. انت لا قدر الله خسرت ماتش او ماتشين انا لازم اخد حباب عينيك زي ما بيقولوا كده في الكوره، ادي للنادي حقه. دي مش متوفره دلوقتي، بتيجي على حساب مين؟ المدير الفني. اكيد. يقول لك الفرقه بتخسر المدير الفني مش اكيد. ويمكن احنا حتى شفنا الاحداث بتاع كفر الشيخ والحاجات، يعني الواحد بيتمنى طبعا كابتن عبد الناصر مدير فني كبير، حتى بشوف الكومنتات وناس طالعه تتكلم كلام، يعني حاجات احنا يعني بقيت الموضوع مش يعني يعني هي الكوره مش كده. يعني الكوره دي معموله عشان المتعه دكتور. مظبوط. طبعا حضرتك انا شفتك في ماتشات كتير في طنطا حتى وانا ماسك الاولمبي، الناس بتستمتع بالكوره يعني الجمهور دلوقتي متعة. دلوقتي احنا بنفتقد دي. يعني انا معلش انا اسف انا شغال في نادي، هو هل هو رئيس النادي انت تعمل كل حاجه؟ لا، ما انت جاي مدير فني لما تشتغل انت مدير فني تشتغل كل حاجه، لكن طالما انا نادي بقعد معاكم بتفق معاكم بمضي. انا الاستاذ محمد قال حته مهمه جدا، انا مدير فني رحت مثلا انا مسكت النجوم بعد الراجل الاجنبي اللي كان موجود ما كلمتش على اللياقه البدنيه، طالما انا وقعت يا دكتور تحمل مسؤوليه الفرقه اللي موجوده، اشتغل مع الفرقه وبعد كده اشوف نتائج، لكن في حدود وفي مهام. انا الحته الاداريه اوكي انا اتدخل معاك فيها عشان اجيب حق اللعيب، لكن الحته الفنيه انت معلش انا اسف ده خط احمر. ده اختصاص مدير فني، ده بتاعتي لان انا بتحمل مسؤوليه بعد كده النتائج، اختصاص مدير فني. فانا شايف طول ما مجلس الاداره في ظهرك اشتغل مع لعيبتك في هدوء، في هدوء، في استقرار، النتائج هتيجي حتى لو بعد ماتشين او ثلاثه. تمام. هاتوا لنا الاستاذ محمد مصطفى يا جماعه لانه طالب مداخله بعد اذنهم. قبل ما نروح لدوري المحترفين، لان اتهامات متبادله سواء كان ما بين رئيس مجلس اداره النادي كابتن عبد الحميد مصطفى، كابتن عبد الناصر محمد، شركه بلوم اللي كانت موجوده كراعي للفريق اللي نزلت بيان برضه، فعشان نشوف الحقيقه فين بالظبط. لكن اخذ نتائج الاسبوع الماضي في دوري المحترفين او دوري القسم الثاني الف، واللي جاءت النتائج فيه على النحو التالي. وادي دجله في مبارياته او في اول مباراه في هذا الاسبوع تعادل مع بتروجيت 1-1، سوان فاز على مكادي في مباراه ممتعه 3-2، بترول اسوط فاز على غزل المحله 1-0، ودي الهزيمه اللي اطاحت بكابتن خالد عيد. مصر المقصه فاز على جمهوريه شبين 1-0، ابو قير الاسمده فوز عريض
على النصر التعدين بخمسة أهداف مقابل لا شيء، تعادل مثير ما بين رايا وتكيرن 2-2، وأيضا تعادل يعني كان أكثر إثارة ما بين لافينا وحرس الحدود 2-2. القناة أيضا تعادل مع الاتصالات 2-2، يظهر أنه أسبوع تعادلات 2-2. سكة حديد مع بروكسي بدون أهداف، وطنطا فازت على النجوم بهدفين مقابل هدف، وبكده بتروجيت في المركز الأول بعد 8 أسابيع 16 نقطة، يليه لافينا 15، ثم وادي دجلة حرس الحدود غازي المحلة 14، أبو قير للأسمدة 13، القناة وبترول أسوت 12، وطنطا والسكة الحديد وتكنس 11، رايا وأسوان و 10، مكاد 9، بروكسي 9، 6 نقاط لمصر المقاصة والنجوم، 5 نقاط لجمهورية شبين والنصر التعدين 4 نقاط. إجمالا أنا رهنت من البداية كان أقول لك الجاب هيبقى عالي ما بين الأول وما بين العاشر، لغاية دلوقتي أنا شايف إن من المركز من ال 13 أهوت لغاية الأولاني بتتكلم صحيح. في 6 بونت في مباراتين. ما هو ليه يا دكتور بقى عشان الدور الثاني هيروح بنفس النقاط باللبنات تحت باللبنات، عشان كده اللبنات بيحاولوا ان هم يحصدوا اكبر عدد من النقاط كل الفرق، لان مفيش حاجه اسمها دلوقتي مواجهات مباشره. ما ادورش على مواجهات مباشره لان انا عايز احصد مركز، انا بلعب على مركز ما بلعبش على مواجهات مباشره. مظبوط. انا بس ليا ملحوظه وادي دجله وبتروجيت، اللي تعادل لبتروجيت وليد عطيه، وليد عطيه اللي في الموسم الثالث على التوالي يا دكتور ما بيجيبش جوان في اول 7 اسابيع، كان في التامي. انا بقول لك بقى الورقه الصغيره دي بتطلع دي ورقه السنين كل سنه يشوف والله الزبد دي ميزه ولد. تخيل لما يطلع هداف في سنه واول 7 اسابيع ما يجيبش اهداف، تبدا عجله الانتاج بتاعته بعد الجوله السته السابعه يبدا يجيب اهداف. فدي حاجه غريبه جدا لوليد، يعني ممكن اجيب قماش بعد الجوله بالظبط. دي بس من ايه من دم. عايز اقول لك بقى النصر الفار اللي هو مصيب، ربنا يشفيه يا رب ان شاء الله، اللي جاب 3 اهداف لمكادي. النصر الفار منتقل من القناه لمكادي، قبل القناه كان بيلعب في كاسكادا، وكان الولد ده هداف فرقته واحسن لاعب في الدرجه الثالثه، وجاله عروض يا كابتن سعيد يخلص ب 2-3 مليون، لكن طبعا هو اتباع للقناه بمبلغ قليل جدا 250 مقابل حاجات تعويضيه. ناصر اتصاب، دي تالت إصابة ليه هذا الموسم، مش أول إصابة، أو يعني اتصاب فترة الإعداد كان الموسم اللي فات، كان كابتن محمد حليم بيعتمد عليه في غير مركزه، لأن هو الولد بيلعب هاف ليفت أو هاف رايت ناحية، بيلعب بانطلاقاته، فكان بيلعب باك ليفت أو باك رايت بيبني الهجمة، وعنده حتة الانطلاقات دي سريعة جدا. انتقل من القناة لمكادي طبعا برضو بمقابل، بادئ بداية ما شاء الله ومسجل 3 اهداف، بس انا الحسود بقى او فالولد ما شاء الله، يعني ان شاء الله يرجع برضو يبقى احسن، لان هو يستحق انه يلعب حتى في الدوري الممتاز. في عبد الرحمن بودي برضو، بودي اللي هو مسجل اول لاعب يسجل السنة دي هاتريك للاتصالات، هو لعب معهم هم درجة ثالثة بودي. واحمد رفاعي البترول. انا جبت الـ3 امثله دول للمصابين، الـ3 دول يا كابتن سعيد لعبوا درجه ثالثه. تمام. فالسؤال هنا يا دكتور، هل لعب الدرجه الثالثه هنا ليه علاقه بالاصابات، او ان هو ما تاسسش كويس، او ان هو معرض للاصابات اكتر من اللاعب الممتاز بيه اللي هو واخد خبرات، ولا ايه؟ يعني دي برضو الكابتن سعيد برضو لان عنده خبرات في التدريب وعنده يقدر يجاوبنا في الحته دي. لا طيب. انا ما معلش يا دكتور اجاوب في الحته دي. طالما لعيب كويس خلاص وحضر فتره اعداد اشتغل زي ما انت عايز. اشتغل. لا هو اللي بيطلع من القسم الثاني للدوري ممتاز، ما برضه هنا معدلات بدنيه غير اللي هنا، لكن زي ما الكابتن في لعيبه دكتور في الدرجه الثالثه تفوق اللعيبه في الدرجه الثانيه. اكيد. طيب خليني بس اخد على الهواء كابتن عبد الحميد مصطفى رئيس مجلس اداره نادي كفر الشيخ بعد استقاله كابتن عبد الناصر محمد من تدريب الفريق، وشفنا اتهامات متبادله سواء بالتقصير من جانب كابتن محمد مصطفى الكابتن عبد الناصر محمد، وكابتن عبد الناصر كان قال ايضا ان مجلس الاداره له دور كبير فيما قال اليه الفريق، وبعد كده الشركه ايضا الراعي للفريق طلعت بيان هتناوله بالتفصيل. لكن كابتن عبد الحميد مساء الخير، منورنا اهلا بحضرتك. انا كابتن قبل حضرتك منور دكتور، وتحياتي لكل ضيوف حضرتك كابتن محمد داهي وكابتن فرابي. يا اهلا بحضرتك. ايه حقيقه ما حدث داخل نادي كفر الشيخ؟ بص يا كابتن هقول لحضرتك على حاجه، الكابتن عبد الناصر لما جالنا
جه بقرار فردي من الاستاذ محمد حسين لشركه الراي. هو اتفاجئ قال انا جيت على راس محمد. طب راس محمد يا جماعه بقى له سنتين قاعد في الفريق قاعد في بيتهم. واخر نتائج له ما تسمحلوش انه يدرب نادي كفر الشيخ، ده احنا بننافس وعاملين فرقه كويسه جدا. ما علينا، جه الكابتن عبد الناصر قال انا عايز معسكرات في الفندق الرياضيين. بس معلش يعني اسمح لي بقى، يعني هو مش موجود، انا بس هرد في حته. مش معنى ان مدرب قاعد سنه في البيت، يعني عبد الناصر محمد برضو مع كامل احترام هو اللي كان بيصعد بكفر الشيخ في ظل مجموعه ناريه الى الدوري الممتاز 2017. يا كابتن، يا كابتن ايهاب، يا كابتن ايهاب، يا كابتن ايهاب، يا كابتن ايهاب، اتفضل يا كابتن. انا كنت كابتن نادي الجزيره في مصر، فكنت عارف ان ده بقى دلوقتي تمام. الموضوع حضرتك الكوره فيها كل يوم جديد. نرجع نعدي من دي. تمام. لما بجيب مدرب النهارده بجيب على السي في بتاعه نتائجه، يعني ماسك خمسة سعيد عبد العزيز مكسر الدنيا من نادي لنادي لنادي لنادي، ماشي. الراجل له طرف بيجار عليه. حسام عبد العال قعد من حته اتضرب تاني اشتغل تاني يوم خلاص. القصه احنا في درجه وفي دوري، عايز حد شغال، حد موجود، حد عارف الفرق، حد عارف ظروف الفرق. خلاص نرجع للكلام ده. كابتن عبد الناصر والله العظيم، والله العظيم، والله املي لا املي غير اليمين وورقي اللي يثبت كل كلمه من كلامي. هبعت الورق اللي انا بقول لحضرتك عليه دلوقتي على الواتس وطلعه لحضرتك على الصفحه لو عايز. خلاص. طلب معسكر فندق الرياضيين 3 4 5 ايام بالاقامه بالليل، كلف رقم كبير جدا، ورغم ذلك وافقنا له واشتغل. اكل اللعيبه بشكل معين، مكان معاش اللعيبه بتاكل، والله العظيم ما لهم عندي وجبه في يوم. والله العظيم لعيبه كفر الشيخ جايبينهم واخدين 40% من مقدماتهم. في مقابل ايه؟ ان اول قبضهم في 11 او 30 10. واللعيب قال لي يا كابتن انا محتاج مبلغ كبير، اشتري عربيه، ادفع وقدم عربيه، غير الموبايل، اروح اتجوز، اروح اخطب. قلت له يا ابني كده كده هدفع، اتفضل انتوا ولادنا واللي انتوا عايزوه احتواركم فيه. اول قبض عندنا كان 31 10. انا بدفع كل مصاريف الكره النص ونص مع الشركه الراعي. يعني انت مجلس اداره النص والشركه الراعي النص، او النادي النص والشركه الراعي النص. كويس. انا مش هنكر طبعا مستر محمد كاتب بيان، والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما في كلمه صح قالك في عليك غير اليمين. مستر محمد يبان مش بتاعه ومن شركته، لكن هو ما بيكتبش كده لانه عارف احنا قد ايه محترمين. خلاص. المهم كابتن عبد الناصر اول ماتش، يا جماعه انا عندي فندق في النادي وانا اولى بال 10 5000 جنيه اللي بصرفهم، انا عايز فندق رياضيين. حاضر اتفضل. اول ماتش اتعادلنا، اول ماتش حمد اشوف الفرقه والناس كلها، والله العظيم ثلاثه لا تشكيل صح ولا تغييرات صح، وبلاوي انا ما فيش اتكلم فنيا، لكن معاه فرقه تطلع دوري ممتاز من زي السلام عليكم. ده لو ما كانوش عايش شمال حراس حاف تتعب. انا المفروض اسمعك مكالمات بيني وبين بعض اللعيبه هتزعل، لكن ده احتراما لاسرار المجالس بلاش. خلاص. ده راجل خد 6 بونت بال 15، واحد كاتب له قال له لو القصه قصه اكل وشرب لحمه ورز كنا كل فرقه ذبحت خروف واللعيبه كسبت. انا هذبح له عجلين مش 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 مش، لكن والله العظيم يا كابتن ايهاب، والله العظيم والله العظيم ماليش عليا غير اليمين، ما في مره اكلهم ما خدوهوش، ما في مره ممكن يتاخر يوم ولا حاجه لظروف سفر حد ايا كان الامور، لكن احنا عندنا اللي بيسد حد اللي بيدفع معاه النادي، لكن النادي الحمد لله ما عنديش فريق ولا لعبه لها 10 جنيه. يعني انت ما فيش مستحقات متاخره للاعبين يا باشا؟ ما انا هكمل الكلام اهو. مشكله الشركه الراعيه دايما يا كابتن ايهاب، انت بتختار النبي يا كابتن احمد والنبي برضه، عشان بس عندي بتختار يعني بتختار رسولك، بتختار رسولك، بتختار رسولك اللي يخلي شكلك كويس. خلاص. كل مساحات اللعيبه بالجنيه ما عدا قبض مرتب شهر نوفمبر. انا النص بتاعي جاهز في غزنتي ومنتظر النص بتاع الشركه. لغايه النهارده ما جاش. خلاص. جابوا لي شيك ام دي شيك ب 150,000 مرتبات اللعيبه. طب يا جماعه لما مرتب فلوس الشركه تيجي او ما امضيش شيك، والله امضي شيك على بياض شركه شيك شيك فاضي. ينفع امضي شيك بدون رصيد؟ ها؟ تمام. الشيك اللي يخص الشركه لما تغلبنا بني عبيد، المستر محمد اتكلم من مصر قال يا جماعه وقفوا مساحات اللعيبه دلوقتي تحسن ايه؟ النتائج، وده من حقه.
لو لهم ربع جنيه تاني غير دي اتحسب. مرتب الصهر اللي توقف بسوء النتائج ماشي. انا بعذر اللعيبه، اللعيبه اللي بتكسب، بس تشكيله كابتن عبد الناصر والله العظيم فيهم كده، والله العظيم ما فيش غير كده. ده اللعيبه ما بتاكلش. كابتن عبد الناصر محمد بياخد 65,000 جنيه مرتب في الشهر. بص طب انا قدامي صوره، قدامي صوره كابتن عبد الحميد لو سمحت. انا بس 3 جنيه سقه وبياكل، وبياكل كل يوم على حساب النادي، بيكلفني 85,000 جنيه في الشهر. هو ان برضه اسم كبير كمدير فني. طيب انا قدامي صوره كابتن عبد الحميد، في صوره واللعيبه بتاكل في المسجد. يا كابتن الناصر، يا كابتن لو سمحت، يا كابتن دكتور مالوش عندي ولا جنيه. انا ما جبته وحاسبته مقدم. تمام. ما خد فلوسه ايه؟ مقدم. تمام. اللعيبه لهم عندي مرتب شهري بس. طيب. عادل عقل. تمام. تمام. بيقول ان انا رافض امضي على الشيك، والله العظيم ما حصل. بتاع ايه؟ الشيك اتمضى لما الفلوس تكمل في الخزنه. انا معايا شريك. تمام. خلاص؟ طيب. طب ترد كابتن عبد الحميد. ترد على الشريك في البيان برضه، معلش عشان برضه ناخد كل الامور. يا باشا الشريك بقول لك مستر محمد، اتحدى لو انا كاتب الكلام ده لانه عارف. بس معلش ده بيان صدر من ده الشركه في الاخر بتقول هو وفي النهايه تؤكد الشركه على احترامها ودعمها، ولما سبق قرار الشركه تجميد كافه استثماراتها والانسحاب من دورها ومراعيتها ودعمها المادي للفريق الاول. لان كاتب برضه كابتن عبد الحميد، معلش هو كاتب برضه في البيان المهم في الاخر، عانت الشركه من تعنت اداري غير مسبوق او مبرر من قبل مجلس اداره النادي اللي كان بيخلق مناخ متوتر مليء بالمشكلات والعراقيل وظهور عدم الشفافيه التامه وتجاوزات فجأة في المعاملات الماليه ما بين الشركه ومجلس اداره النادي وبين مجلس الاداره والفريق الاول لكره القدم، وكان ذلك يظهر جليا ان كان في التسويف الذي تقابله الشركه من قبل مجلس الاداره او فيما ينمو الى علم الشركه بعدم وصول الدعم الى مستحقيه او صرفه فيما خصص له مما ترتب عليه بخسائر ماديه ومعنويه للشركه، وعدم وجود اي نوع من انواع التعاون من مجلس اداره النادي، ووجود تخبط اداري واجواء من العدائيه بين اعضاء مجلس اداره النادي فيما بينهم مما اثر سلبا على الفريق الاول لكره القدم، وبالتالي انسحبوا من رعايه الفريق. اتفضل. التعنت ده اللي هو ايه؟ الراجل ده جدد معايا من السبت للسنه دي ورجع على العقد، معلش يا جماعه حقي وعيده تاني، جيت عايد له العقد تاني مقطع القديم. ده التعنت ده بيتكلم عنه. لو بعت لي فلوس اللعيبه في ميعادها انا ما كانش عندي مشكله. انما الكارثه اللي لازم حضرتك تعرفها، مستر محمد بعت الفلوس مع المندوب بتاعه ماشي وما جابها لناش. ليه؟ اصل انا ليا ورقه عايزه. قلت له ورقه تيجي وتاخده في 3 دقايق النهارده مجدي زي حي نزق اهو. قلت له يا مجدي نزلوا ورقه عندنا لازم ياخدوه، لان خلي بالك انا مقدم استقاله ومجدي ومحمد بدر مقدم استقاله ويوسف الشافعي مقدم استقاله. الجو يا باشا في نادي كفر الشيخ بقى سيء. انا ما تشتمش يا كابتن دكتور ايهاب من عيل طايع او تاجر مخدرات او عيل عنده شذوذ. انا ولادي النهارده ممكن يعملوا كارثه لما تشتم. بس انا مثيل النادي، انت عارفه النهارده النادي اختلف تماما. انا النهارده مشترك في الطاعه نسيب في كل حته الحمد لله. تمام ماشي. ولما الفرقه عندي، لما الفرقه غابت دخلت 15 ناس 2003 يعني انا شغال صح. برضه انا عايز اعرف من مستر محمد ايه التعنت اللي حصل معاه؟ ايه التخبط الاداري اللي احنا عملناه؟ الكلام العام ده واحد كاتب يعني واحد محترف في الكتابه. تمام. واحنا مش قده. تمام يا كابتن حميد. لكن بص كابتن محمد كلمه اخيره بعد اذنك يا كابتن، الكابتن عبد الناصر محمد يرضيك ياخد اللعيبه يجيب لهم فول وطعميه ويصورهم جوه الجامع؟ لما انا عندي ترابيزات وعندي صاله تاكل فيها وعندي اوض لعيبه، لكن عمل اخراج زي راجل المغزي راح يشحت ولا بتجيبهم مقطعه؟ ده شغل عيب ما يصحش. تمام يا كابتن. تاخد لعيبتك في الجامع عشان تصورهم؟ مين يقدر الكلام ده؟ ماشي يا كابتن حميد. انت فشلك كمدير فني انا ما اتحملوش، احنا نادي كبير. تمام يا كابتن، اشكرك كابتن عبد الحميد مصطفى رئيس مجلس اداره نادي كفر الشيخ. طيب معلش يا كابتن باهي، معلش يا كابتن سعيد. كابتن عبد الناصر طالب رد وكرمه، يعني كان بعت رساله قال انا مش هرد يكفي البيان، لكن هو طالب برضه الرد. كابتن عبد الناصر مساء الخير واهلا بحضرتك. مساء الخير، ازي حضرتك يا كابتن ايهاب؟ اهلا كابتن. وبمسي على كابتن باهي وعلى كابتن سعيد. حبيبي يا كابتن عبد الناصر، المدير الفني. يا عم ريح دماغك وتعالى اقعد معانا في الاستوديو. لا لا انا بص يا دكتور ايهاب، اتفضل يا كابتن. انا مش هرد على مهاترات، انا يكفيني بيان الشركه اللي اظهر الحق، اظهر الحق واظهر الكلام اللي انا قلته ده بيكفيني جدا جدا الحمد لله. يكفيني ردود الناس في كل مكان
وخصوصا على الفيديو اللي ابن سيد رئيس النادي طلع هاجمني فيه في الميديا الممتاز به ومنتجوه، يعني هو اتمنتج لان في كلام يعني مش محترم اتقال عليا وتهديدات، لكن طبعا الحمد لله يعني ربنا بيجيب لي حقي وربنا بيسخر ناس تدافع عني. الحمد لله الحمد لله والله انا مبسوط جدا. بتشرف بكفر الشيخ وجماهير كفر الشيخ اللي انا ليا تجربه معاهم محترمه جدا قبل كده، ومع مجلس اداره كان صراحه موفر لي كل حاجه، ومع المحافظ طبعا اللي هو سيد نصر ربنا يمسيه بالخير. انا هرد على حاجه واحده، انا اللي جابني النادي جماهير كفر الشيخ ومستر محمد حسين. مستر محمد رئيس الشركه الرايه هو اللي قعد معايا وهو اللي اتفق معايا على مرتبي، اللي ما ينفعش حد يقول اصل مرتبه كذا وكذا، ده كلام عيب يعني ما يتقالش ما يطلعش من ناس كبيره. مرتبي ده على فكره انا والكابتن مصطفى مش لوحدي، يعني انا تنازلت كتير لان حضرتك عارف انا كنت باخد كام في الانتاج الحربي وقبل كده وكده، ويعني انت عارف يا كابتن ايهاب انا كل واحد اقسم بالله اقسم لا لا انا بقول لك اقسم بالله انا تنازلت عشان خاطر جماهير كفر الشيخ تمام عن جزء كبير من مرتبك. احنا طب انا بص يا كابتن يعني خلينا انا هخلص الهوا وهتدخل انا وكابتن محمد بقى وكابتن سعيد يعني حتى نبكي على العلاقات. لا بعد اذن حضرتك يعني انا مش هطول عليك، انا مش هطول عليك. اتفضل يا كابتن. انا اللي جابني مستر محمد وهو اللي بيديني مرتبي، يعني انا ما عادش مع رئيس النادي اساسا ولا اتفق معايا في اي حاجه. بالنسبه لاكل اللعيبه هقول لحضرتك كان اكل اللعيبه بيتم ازاي. انا رحت لقيتهم متعاقدين مع مطعم محترم جدا مفيش مشكله. الكل احنا تمريننا بناخد اجازه الخميس نبدا الجمعه. خليك انت معايا بس يا كابتن معلش، عندي خبر مهم جدا معلش. اتفضل. فيتوريا السبع ثلاث لاعبين من معسكر منتخب مصر في مباراه سيراليون، قرر البرتغالي ريو فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الاول لكره القدم السبع ثلاث لاعبين من معسكر المنتخب اللي وصل استعداد لمباراه سيراليون بعد عدم استكمال الثلاثي طارق حامد وامام عاشور وحسين الشحات الحصه التدريبيه عقب مباراه جيبوتي مع عدد من اللاعبين اللي لم يشاركوا في المباراه ليغادروا الثلاثي معسكر الفريق. ده الخبر نزل على صفحه الاتحاد. الخبر ده انا عرفت بيه قبل الحلقه بس ما ينفعش ان انا اطلع بيه غير لما ينزل رسمي على صفحه الاتحاد. تمام يعني الخبر شاورنا فيه وعارف ان ده حصل لكن ما كانش ينفع ان انا اعلنه او اقوله على الهوا غير بعد ما ينزل رسمي على صفحه الاتحاد. احنا محتاجين استقرار خلال الفتره. احنا فرحانين النهارده ودول ثلاثه كبار، يعني ترى حامد بكبريائه بتاريخه، امام عاشور لاعب كلنا بنراهن عليه، حسين الشحات ايضا. فكنت اتمنى ان الثلاثه يكونوا قدوه لباقي زملائهم في الفريق، لكن ده كان قرار مستر روي فيتوريا عشان الحسم داخل الفريق. اتفضل يا كابتن. بالنسبه هكمل مع حضرتك بالنسبه لاكل اللعيبه، احنا كل يوم بيروحوا ياكلوا في مطعم معين تمام. مش انا اللي طالبه ولا انا اللي تعاقدت، انا رحت لقيتهم متعاقدين. بيقول احنا بيقولوا احنا ان جابوا لي 12 لعيب، انا اساسا رحت لقيت متعاقدين مع كل اللعيبه، انا رحت متاخر انت عارف حضرتك قبل الدوري باسبوعين بالظبط، يعني كانت القايمه اتقفلت وكل حاجه تمام. اللي حصل ان دايما اللعيبه تيجي يوم الجمعه تتمرن يروح مفيش اكل، مفيش فلوس في النادي، مفيش اكل، مفيش اكل. اللعيبه تلم من نفسها وتاكل مع نفسها وتستلف من بعض، وطبعا ما قبضوش من شهر 8 اللي خدوا مقدماتهم في شهر 8. فنوصل لغايه يوم الاثنين والمباراه يوم الاربع، اروح انا اقول لهم يا جماعه ما يصحش، دول ناس مغتربين عندكم ضيوف، فيلاقوا ان في مشكله هتحصل يروح جاي السيد رئيس النادي يروح مطلع الثلاث ايام اللي فاتوا. طب ما هي الفلوس موجوده ما بتطلعهاش ليه؟ هو يحب كده، يحب ان هو ياخر 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 والناس تقعد تتحايل عليه وبعدين يروح مطلع. دي بالنسبه للاكل. والمعسكر الاخير ده زي ما حضرتك شفت الصوره، الصوره دي مش انا اللي مصورها، ده انا طلبت من اللعيبه، ما فيش معسكر طبعا موجود، فاللعيبه المغتربين موجودين واللعيبه الباقيه نايمه في بيوتها، وعندي مباراه مهمه واللعيبه ما كلتش، وفي اليوم ده اطردنا من ملعب سخا ما فيش تمرين، يعني ما اتمرنتش. كمان رحت قلت للعيبه حاجه اصلي معاكم العشاء ونقعد في الجامع نتكلم مع بعض، والله العظيم واحنا قاعدين صلينا العشاء وقعدنا اتكلمنا ودردشنا وبتاع، قالوا لي يا كابتن احنا جعانين، رحنا جايبين انا وكابتن الفريق حسن صبري اللي بكن له كل الاحترام اللي قايم بدور كبير، جبنا الاكل اشتريناه وقعدنا اكلنا مع بعض، اللي صور الصوره دي مش انا على فكره. على فكره.
يعني انا ما اعرفش مين اللي صورها وبعتها تمام، لان انا مش قليل عشان اعمل الحاجات دي، انا مش صغير، انا راجل كبير عموما برضو كابتن. لا معلش في نقطه كمان بالنسبه للمرتبات اخر حاجه، والله اخر حاجه بالنسبه للمرتب بتاع واحد 11 اللعيبه كانوا متفقين ان هم هيقبضوا في 10. الكابتن مجدي الزواوي المشرف على الفريق اللي بيحاول يحل معايا راح قال لي يا كابتن معلش اقنع اللعيبه ان احنا نبدا من 30 10 او 1 11. كلمت اللعيبه قالوا لي مفيش مشكله يا كابتن، لا في وقف مستحقات ولا مستر محمد بعد ماتش بني عبيد وقف مستحقات ولا اي حاجه من دي، كل ده كلام غير صحيح بالمره قسما بالله العظيم. تمام، وانا مره تانية باكد ان يعني بنروح وبنيجي لكن بتظل العلاقات الحميمه ما بيننا، ان شاء الله نسعى لتقريب وجهات النظر ان شاء الله. كابتن سعيد، المباراه الاولى عندنا بقى عشان ناخد سريعا، مباراه السكه الحديد وبروكسي واللي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف. طبعا بروكسي كان كابتن محمد حامد يعني كان قال ان انا خلاص مش هكمل مع الفريق وهو رجع تاني، والسكه الحديد يعني قبل هذه المباراه كان عنده 10 نقاط، وبروكسي قبل المباراه دي ايضا كان عندها 8 نقاط، ولكن تعادل سلبي اضر بالفريقين الاثنين. طبعا السكه كان جاي من مكسب نصر للتعدين، بروكسي كان جاي من هزيمه من دجله، وطبعا دي اللي عملت الاحداث لكابتن محمد حامد، لانه انا شفت جزء كده من الماتشات، هو اتظلم صراحه في ليه ضربتين جزاء بصراحه وضربه جزاء وليه يعني شويه حاجات كده في الملعب، وهو ممكن يكون يعني هو نرفز شويه، محمد حامد يعني نرفز شويه، فعشان كده ممكن يكون استعجل في القرار بتاعه. لكن بتكلم على ماتش السكه، حتى امير كمان، امير حاسس انه مشدود شويه، تصريحاته بعد الماتشات كده بحس ان هو مضغوط. الماتش فنيا في تكافؤ بين الفرقتين، السكه الحديد وبروكسي، احمد السمير ادار اللقاء بتاع بروكسي، واحمد من المدربين الواعدين على جداً فكره جداً. ومؤدب جدا كمان، فيعني انا شايف ان في تكافؤ بين الفرقتين، وشايف ان عادله، يعني انا حتى معظم النتائج في الـ في الـ في الجدول انا شايف انها طبيعيه جدا، باستثناء طبعا هزيمه غزل المحله هي دي اللي ممكن تكون فيها مفاجاه شويه، لكن الفرقتين متكافئين فنيا، يعني شايف الفرقتين متكافئين والنتيجه عادله بين الفرقتين. طيب قبل ما اروح فاصل، السكه حضرتك كده تراجع من المركز الثامن للمركز 11 بسبب هذا التعديل، مركز التصعيد لمركز الصراع، هو كل اسبوع بتلاقي صحيح شغالين كده. مشكلة كمان السكة ان يعني بره ملعبه بيبقى افضل من ملعبه، بيحصد نقاط بره اكتر، فهو ملعبه بالنسبه له اصل ملعب واسع جدا يا دكتور، ملعب كبير قوي، فبيستهلك مجهود كبير جدا عالي جدا جدا، فده بس طبعا في فرق مشكلة. تستمتع باللعب طبعا، في لعيبه تحب الملعب طبعا طبعا. شوف كابتن سعيد قال لك ايه على طول، اصل انت بتنقل نفسك من ملعب واسع قوي في ملعب برضه صغير، فالملاعب كلها مش قد بعض، فدي برضه مشكله كبيره. انا بس في ثواني بس عايز اعلق على كلمه 40% مقدمات، ما دي برضه مشكله كبيره جدا جدا يا دكتور. لذلك انت اما بتيجي تدي لعيب 40% انت خلاص اديته نص فلوسه مقدم ولسه ما عملش حاجه، صحيح ما عملش حاجه يدل. انا اديته 40% انت اديتني ايه؟ صح، حتى لو قعدت شهر شهرين ثلاثه انت اديتني ايه؟ انت لسه ما اديتنيش نتيجه، فانت بتدور على مرتب ايه؟ فانت اديني الاول مقابل ال 40%، زي الصناعي، انا مديك دلوقتي مقدم عشان تعمل لي ديدين الحته دي ما عملتهاش، لا ما تخلصها اديك مستخلصات. صح يا كابتن سعيد، كلام حكيم، اطلع بيه فاصل على طول وارجع اكمل. حبيبي
رجعنا لحضراتكم مرة تانية. المباراة التانية كانت لافيينا وحرس الحدود، لقاء المقدمة. أي فرقة كانت فازت في المباراة دي كانت فقط للمركز الأول. لافيينا كانت هتبقى عندها 17 نقطة، وحرس الحدود كان هيبقى عنده 16 نقطة. لكن تعادل 2-2 ما بين اتنين مدربين طبعًا فردين اسمهم بقوة، أحمد هلال مع لافيينا وميكي مع حرس الحدود. اتنين شباب طبعًا. حرس الحدود ما اتغلبش لحد دلوقتي. خالص. ولافيينا الهزيمة الوحيدة من كانت من النجوم. لافيينا أنا بحييهم جدًا لسبب، ممثل الصعيد بينط على الصعود. ده كويس، ده اللي احنا كنا بنطالب فيه. طبعًا ده أنا بحييهم جدًا يعني إن هو بيناطح على المنافسة على الصعود للدوري الممتاز. واحنا بنقول ان فرق الصعيد لما بتيجي مع القاهره وبحري لا بتقل بصراحه، لا النتائج اللي بتقول كده والتاريخ اللي بيقول كده، بدليل ان هداف الدوري ما بيبقى في الصعيد في دوري الممتاز بقى كابتن سعيد، ويجي يتعمل دوري محترفين تبص اختفى. صحيح، اختفى هداف الصعيد. يعني مثلا فين محمد سماره دلوقتي؟ فين حماده جلال؟ فين اللي كانوا المكسرين الدنيا كهدافين للدوري السنين اللي فاتوا؟ لما يجي دخل معاهم القاهره وبحري لا تعالى هنا الفروق بتبان، هنا الفروق بتبان. فعشان كده لافيينا لا يستحق كل تقدير واحترام لحد دلوقتي على المنافسه. حرس الحدود طبعا مع محمد مكي بقى حاجه تانية، ويقدر ان هو ينافس لاخر اخر رمق زي ما بيقول. انا متوقع ان حرس الحدود ولافيينا والمحله ممكن يفوق من جديد ويخشوا مع بتروجيت طبعا على عمليه المربع الذهبي في الصعود للدوري الممتاز. فرضوا نفسهم بقوه في المربع الذهبي يا كابتن سعيد. هو بس هنا دكتور في حاجه، ان مفيش فرقه بتكسب ثلاث ماتشات ورا بعض. يعني احنا بنيجي للحسابات اللي احنا بنقول عشان تصعد، بما ان احنا يعني بفضل ربنا صعدنا ثلاث فرق، فاحنا بنقول كل ماتشين نجيب اربع بونت. فلو حسبناهم حتى احنا قلنا بتروجيت الاول فاز خمسه عنده 16، لو حسبناها بكل ماتشين اربع بونت هم 16 بونت بالظبط. يعني انت الاثاره كلها ان انت بتمشي على سطرين وتسيب سطر، تمشي بسطر وتسيب سطرين، فده مدي فرص للفرق كلها انها تخش في المنافسه. لكن لافيينا زي ما حضرتك بتقول وصلت هنا عشان الاستقرار اللي موجود. بالظبط، استقرار الفرقه موجوده زي ما هي. انت مجرد شلت مدير فني وحطيت مدير فني وجبت بعض التدعيمات الصغيره، فبالتالي اي استغنى عن هداف بس عنده جايب لعيب افريقي تقريبا او جاب يعني عنده بدايل كويسه. لكن الاستقرار دكتور اللي بقول لحضرتك عليه، استقرار مادي، اللعيبه قاعده في جوه الكومباوند موجوده بتاكل بتشرب بتنام قدامك. يعني بصراحه ده المناخ صح، المناخ صح. المناخ دكتور هو ده النجاح. حتى يعني استثمار في رياضي، مصنع الكور، التيشيرتات اللي لا بدا بيستثمر صح. وانت بتتكلم كمان على مؤسسه، معلش يا استاذ محمد، يعني انت بتتكلم على حرس الحدود مؤسسه كبيره جدا، مفيش يعني زي ما بيقولوا موفرين لبن عصفور، فبالتالي انت مع عقود مش ضخمه زي ما بيقولوا، بس في التزام وفي التزام هو التزام والاستقرار. بس دكتور انت لو في، ما احنا قلنا هي منظومه واحده صح كده في الاتحاد، هي منظومه واحده صح. لو اتكتفوا مع بعض حتى لو بتنجح حتى لو في مشاكل ماديه، ممكن تقعد مع المدير الفني يوصل لعيبه بطريقه معينه، ممكن نستحمل بعض. لكن لو هي متوفره وانت ماشي حتى لو قليله انت بتنجح. انا معاك فيها. والمناسبة القناة الفريق الوحيد اللي فاز ثلاث مباريات متتالية في الأسابيع 3 و4 و5، وفي نفس الأسابيع دي الاتصالات ثلاث هزايم متتالية في نفس الأسابيع. في نفس سبحان الله. يعني بس أولا حصيلة الأهداف كبيرة جدا، بدليل إن هدفين و48 يعني هدفين ونص في كل مباراة، غزارة هدفين ودي حاجة كويسة جدا وبيتسم بها الدوري هذا الموسم صراحه. مصر المقصة هذا الاسبوع فاز على جمهوريه شبين، وجر جمهوريه شبين اللي تحت بقى مصر المقصة 6 نقاط وجمهوريه شبين 5 نقاط. وبحيي مصر المقصة على ان هم قيد موقوف وبيلعبوا بالناشئين. لكن جمهوريه شبين فين؟ صحيح. فين جمهوريه شبين الموسم الماضي عن جمهوريه شبين السنه دي؟ النهارده كابتن عصام شعبان بيقدم استقالته. يعني عصام الله يكون، دي برضو مفاجاه من ضمن المفاجات ان المقاصه تكسب شبين. شبين عامله فرقه كويسه جدا، وكابتن عصام من السنه اللي فاتت بصراحه هو ماشي مع الفرقه، مكسر الدنيا من السنه اللي فاتت. الايه؟ مكسر الدنيا طبعا من السنه اللي فاتت وهو ماشي مع الفرقه بشكل كويس. يعني هنرجع برضو للبدايات، هل كان في استقرار مادي؟ مفيش. دي عوامل من العوامل. لكن مصر المقاصه ونجوم المستقبل فرقتين عندهم لعيبه صغيره في السن لكن لعيبه يمتعوك في الكوره. انا اتفرجت على طنطا والنجوم في الملعب تستمتع. لا فرقه كوره تستمتع. بنقولوا كوره حلوه قوي ويمتعوا كوره. برافو عليك. انا مرنتهم. بالظبط. يعني انا مرنتهم. متعوا كوره. يعني خليك في التمرين تستمتع بالكوره.
في فرق عندهم لعيب هايل بس يعني عارف لما بقول المثل اللي هو الحلو ما بيكملش فانت لو كملت دي اللعيبه دي انا بقول لك هيبقوا في حته ثانيه خالص يا دكتور. يعني ايه الحلو ما كملش؟ يعني ما هو انت لازم عشان خلاص بلاش يعني بلاش وانا احل مشكله طب مشكله ثانيه خلاص بس انا بس انا اقول لك على حاجه يا دكتور جمهوريه شبيل ده وضعها الطبيعي السنه دي ليه؟ في فتره الاعداد يا دكتور لما يبقى المدير الفني واخد فرقته ورايح معسكر ورايحين بميكروباصات وباوتوبيسات بعربيات اللعيبه الخاصه اذا مش رايحين باوتوبيس دي البدايه رغم يعني لكم انت عارف النبي احمد الخشني وايمن خطاب والحاج محمود يعني حرام شغالين يعني. على اخرهم خلاص يعني مفيش بس هتعمل ايه؟ ما هو الله يكون في عونهم الانديه بتصرخ بصراحه يعني ويعني هم مظلومين بصراحه فيه. طيب طنطا حققت فوز مهم جدا جدا على النجوم بهدفين مقابل هدف تقدم النجوم من ركله جزاء وادرك طنطا هدف التعادل كريم اسامه اللي قلع التيشيرت واخد انذار واطرد في الدقيقه 37 ويكمل المباراه من الشوط الاول 10 لعيبه 10 لاعبين لكن كان فوز مهم جدا لنادي طنطا. صحيح بص صعد بيه طبعا مراكز عديده بقى اصبح في المركز العاشر برصيد 11 اللي حصل مع طنطا حصل قبلها باسبوع كان متقدم على بتروجيت والشوط الاولاني هو ليد شوف ركله الجزاء كده عدها لي كده عدوها لي تاني يا جماعه بعد اذنكم ان اللعبه دي انا عاوز اشوفها برده مع ايه كابتن سعيد يعني ضرب جزاء تهور هو بريرا بصراحه قال لي ضرب جزاء بصراحه تهور قال لي يعني مثل بريرا بس ادي لاعب طنطا الاصفر تهور قال لي ضرب جزاء خد بالك هو لاعب طنطا ما شافش اللعيب فعشان كده ما شافوش يعني يبقى في بند التهور تمام اتفضل يا كابتن باهي فبقول لك يا دكتور طنطا نفس السيناريو ده حصل معاه قبلها باسبوع مع بتروجيت وكان كسبان الدور الشوط الاول واحد وركله جزاء يعني بص وفي التعدين واحد ويتعادل التعديل ويقول ركله جزاء في الدقيقه 86 طنطا ضيعت ماتشين السكه الحديد تعادل في اخر ثانيه من المباراه وكانت تفوز 3-4 في الماتش ده وماتش التعدين كانت هي ركبت الجزاء وبتروجيت قبلها حصل بقى السيناريو العكس هو يعني استفاد من تجربته واستفاد يعني جون انتوي طبعا مقدم يعني سيمفونيه ناني انتوي مقدم سيمفونيه بصراحه رائعه صاحب السوبر هاتريك الوحيد مسجل 6 اهداف يعني عامل شغل كويس فطنطا يستحق عنده جمهور كويس قوي يا دكتور بصراحه يحرك الزلط زي ما بيقولوا لا على ملعبه هو طنطا وده محمد عاطف بيفرطش في اي في كمان معلومه بالنسبه لطنطا طنطا ماتش بتروجيت عاملين ماتش هايل جدا ما يستحقوش الهزيمه وطنطا ناقصهم 2 لعيبه ميدو والدح صح الاثنين لعيبه انا يعني انا لو انت بياخدوا 40% من طبعا اللي بعد كده طيب رايا وتكنس وتعادل مثير 2-2 ورايا تصل النقطة العاشرة وتكنس أيضا 11 نقطة ومباراة كابتن سعيد كانت صعبة جدا. أنا كنت شايف المباراة اتفرجت عليها المباراة كانت يعني هو العدل كده 2-2 رايا بدأ كويس جدا جاب هدفين وعلى فكرة الكورة الثابتة مؤثرة جدا في الماتشات كلها ديكيرنس فرقة محترمة جدا أيمن الجمل بصراحة عامل شغل كويس أنا اشتغلت في ديكيرنس باشمهندس خضر بيعمل كل الدعم طبعا بصراحه الدعم الكامل مجلس الاداره انا شايف ان هم حتى لو هو بيخسر بره كان بيخسر معظم ماتشاته بيخسرها بره لكن الماتش ده اللعيبه كان عندهم روح عاليه جدا وكان عندهم تصميم الماتش كان سجال بين الفرقتين بعد التعادل يعني النتيجه عادله لكن بتمنى يعني لفرقه رايا عشان حليم طبعا يعني اكيد غير يعني حاجه محترمه جدا واسلوب لعب متغير طبعا ان حسام ليه طريقه لعبه معينه وحليم ليه طريقه لعب معينه هتاخد وقت معين هتاخد يعني ماتشين كمان لكن الامور ان شاء الله باذن الله تتظبط لرايا لكن النتيجه دكتور عادل يعني. كابتن باهي بترول اسيوط اطاح بالكابتن خالد عيد بعد ما فاز على الغزل بهدف مقابل لا شيء وكابتن حسام عبد العال كان موجود مع رايا ولسه بيتكلم كابتن سعيد عاد هو اللي يتولى تدريب فريق غزل المحل اكيد مفاجاه الاسبوع انا بعتبرها مفاجاه الاسبوع لان فريق غزل المحله فرقه كويسه على فكره يعني وضيعت بنط ما بصراحه ما تضيعش وفريق متجانس وشبه متكامل بترول اسيوط نتائجه متارجحه يعني ما عندهمش الثبات يا كابتن سعيد ما كسبوش ماتشين مرة واحدة حارس المرمى بصراحه طبعا فادح هو كان سايبها مفكر انا بره سايبها بره هو مشكله بترول اسيوط انه هو مهتم ده بيحرسها يا دكتور عروسها لبره شفتها يا كابتن باهي؟ يعني بجد يعني برضه هو خطا
هو بترول اسيوط مهتم بحاجه قد يعاني منها في المستقبل القريب. ايه هي؟ بيعتمد على ثبات تشكيل بشكل كبير قوي، ما بيعملش روتيشن يا كابتن سعيد. يعني بيعتمد على 13 لعيب، وانا اعرف ان في لعيبه كويسه قوي عنده ما بيلعبوش، فمش عارف هيلعبهم امتى. فهل هو هيستحمل الضغوط في المباراه الجايه انه يلعب بال 13 لعيب دول مثلا؟ وجهاز السفر كمان ولسه السفر هيبان عليه. بالظبط كده. عمرو فرغال النهارده عامل لقاء مع كابتن هشام عبد العال اللي هو ومحمد غنيم، هيكون معانا ان شاء الله باذن الله بعد قليل. طيب كابتن سعيد، وادي دجله وبتروجيت وتعادل في بدايه الاسبوع 1-1، وادي دجله 14 بونت طبعا، وعندنا بتروجيت طبعا 16. لقاء كان قوي جدا ما بين فرقتين في الصداره. طبعا باين من السنه اللي فاتت ان ثبات الاثنين مديرين فنيين وثبات اللعيبه، يعني حتى التغييرات قليله جدا، يعني الاضافات مش كتيره. ميزه كابتن سيد عيد ان هو راجل بتاع السعوده كابتن محمد، دكتور بيجي يعني عارف هو المطلوب من الدرجه الثانيه ايه، ويعني لازم على الاقل اول اربع او خمس ماتشات تكون كسبهم. هو فعلا عمل كده بتروجيت. لكن وادي دجله من الانديه اللي بتلعب كوره تستمتع بالكوره بتاعتهم، تحس ان في شغل معمول في الملعب. ما تقلقش عليهم، دايما وادي دجله بيجي من تحت. وانا يعني اتمنى بصراحه ان هم يبقوا موجودين في الفرقه بتصعد، لان بيقدموا كره جميله جدا يا دكتور. الامكانيات موجوده. سؤال ومكادي وفوز لهشام زكريا الصعب. طبعا بعد التخلف بهدف يحرز ثلاث اهداف وترجع مكادي، ولو الوقت طال. مباركة جميله جدا. لقاء الجنوب يعني يمكن هنا هشام زكريا وجه فني جديد هذا الموسم. هو طبعا كابتن هشام زكريا عنده خبرات، انا بتكلم على اسوان. مع مكادي هو الفكر الجديد، يعني مكادي تخلص من الست تعادلات بفوز يبدو ان هم ما صدقوش نفسهم فراحوا راجعين هزيمه. قال لك ناخد كل حاجه. فللاسف الشديد طبعا يعني بالنسبه لهم نتيجه اخرتهم خالص في الجدول للمركز ال 15، ولو كان مجرد التعادل كان هيعمل برضو معاهم انتعاشه شويه. لكن طبعا اسوان يستحق بخبراته، وهو ده اسوان اللي احنا نعرفه. فانا اعتقد النتيجه منطقيه جدا ان اسوان يكسب مكاتب. هو ده دوري مثير يا دكتور. جدا جدا. انا القناه وي وتعادل 2-2، وشكوى طبعا من القناه بالتعرض الفريق لظلم تحكيمي، وبعد شكوى الاتحاد المصري ده مش في الماتش ده بس، وبالفار ايضا في الدوري. فاكتر الشكوى حتى بتتضمن اكتر من مباراه. هي القناه كسبانه 2-0 على فكره، متقدمه 2-0، لكن يعني الشيخ جمعه كانت تقريبا المباراه دي لو لا قدر الله كان خساره كان هيبقى فيها كلام كتير يعني. فانا شايف ان القناه مش اول مره حتى سامر يطلع يعترض على التحكيم. يمكن يا دكتور معلش انا اسف هقول دي، فعلا في فرق بتتظلم كتير من الحكام، لان انا بشوف حاجات كده يعني بصراحه غريبة. بصراحه يعني هل الحكام حتى حكامنا الدوري واقف وفي ماتشات يعني بصراحه لازم ينزل بناء على راي الحكام يكتسبوا لياقه بدنيه يبقوا موجودين في تمام. فانا شايف ان الماتشات في ماتشات تقيله، في ماتشات بتبقى ديربي، في ماتشات الناس ده انت تكسب ماتش دكتور حضرتك من 11 طنط قوي تطلع يعني. انت عارف اللي عمل كده كابتن سعيد التصنيف. انت برضه عملت تصنيف يا دكتور مع احترامي، انت صنفت دول يحكموا للدوري الممتاز ودول يحكموا للممتاز به وهكذا. لا، في حكم كويس يحكم دوري طول عمرنا. بالظبط طول عمرنا. محمد الماتشات المهمه دكتور، والا انت بتطلع مراقب من بره ليه؟ مش عشان يقيمه ان ده يستحق ان هو درجه اعلى وهكذا. ما بقاش عندنا كشف، هو دول اللي يحكموا الدوري المحترف. صحيح. طيب ابو ويلي الاسمده ايمن المزين يعني يستفيق ويحقق فوز عديد جدا يصل به الى النقطه 13 ويزاحم ايضا كعادته دائما 5-0. ما شاء الله كابتن ايمن بيظهر في الوقت المناسب. هو يستحق، لانه هو في بدايه الموسم هو دايما بداياته بتكون متعثره، ما اعرفش سبحان الله. السنه اللي فاتت يتغلب من الاولمبي في اول ماتش كابتن 5-5 اول ماتش تخيل بقى واحد يعني يبدا الموسم وينافس والسنه دي برده البدايات ما كانتش مبشره، لكن هو وراجع من الخساره بيعرف راجع من الخساره. لا بيعرف كابتن ايمن بخبراته والنادي باستقراره بيعرف يرجعه تاني. فانا وبحيي الاداره الفنيه طبعاً على الهدوء طبعا، والابقاء عارفين معاهم مدير فني هيرجع. ايوه زي ما كابتن سعيد بالظبط كده، اديله فرصه دكتور. انت خبره في الحاجات دي. انا بقول لك اديله فرصه. عمرو انور السنه اللي فاتت مع صحيح في اول كام اسبوع ولازم اديله حق. كان مش فيه صحيح، ولكن استاذ عريبي قال لك لا استنى ويبقى عليه، وبالتالي
لا ما تصعدش الدوري الممتاز على بونت واحد صحيح في النهايه هو البلديه ادي له الفرصه مره واثنين وثلاثه طالما يعني مردوده الايجابي يعني بعد الكابتن هاني لبيب بيقول الان جمهوريه شبين يقبل استقاله الكابتن عصام شعبان اشكرك كابتن هاني ونتمنى لك الشفاء بعد رساله سريعه بس مهندس حسام فؤاد عضو الجمعيه العموميه بنادي دمنهور وعضو رابطه جماهير زمان تم التعدي عليه لفظيا النهارده وبقول اعتذار كابتن كمال فريد ايضا في دمنهور حاضر يا باشمهندس ايضا معانا سريعا بس جدا تحياتي لضيوفك الكرام موسوعه كابتن محمد بيه وكابتن سعيد عبد العزيز ونجم نادي غزل المحله والاهلي ومنتخب مصر طبعا مستمتع بيه ده كابتن تامر كالوشه معانا كمان مشار الجليل مع المشار عبد الناصر الخطاب بيمس على حضراتكم والمستمتع بالحلقه حبيبنا. ايضا معالي المستشار محمود عرفات من الشخصيات الجميله طبعا. النبيله جدا جدا كابتن خليل ابو العلا حمزه ابو عوض يعني رسائل كثيره جدا كلهم. اروح تقرير وارجع اكمل مع ضيفي الكريمين والمحرات زين حطها والله زين 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 بحمد ربنا الحمد لله يعني ثلاثة بونت مهمين جدا 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 في اللي احنا فيه احنا نطلع بس من الكاب واحنا مش موفقين بقالنا سبع ماتشات هم ماتشين اللي كنا ممكن سيئين شويه الشوط الاولاني اللي هو دجله الاولاني والماتش اللي فات احنا كنا سيئين لكن بقيه الماتشات احنا كنا كويسين جدا ونستحق المكسب وما كسبناش فالحمد لله ان التوفيق ربنا كان معانا النهارده وربنا كريم خطوه مهمه جدا ان احنا نطلع في الجدول احنا الاخير وده مش مركز المقصه ولا ده لعبنا يعني الحمد لله شفتوا النهارده ان احنا كرتنا بنلعب كره على الارض بنقدم كره كويسه لكن الحمد لله على كل شيء ده فضل من ربنا كبير الحمد لله الفضل لله طبعا بعد كابتن طارق وكلنا مذاكرين الفرقه كويس ومن اول اسبوع شغالين على اخطائهم وعارفين هم نقاط ضعفهم ايه ونقاط قوتهم ايه والحمد لله يعني شغالين من اول اسبوع كويس واحنا مركزين ان شاء الله الفتره الجايه وهنعمل حاجه كويسه باذن الله ماتش صعب فرقه كويسه ملعب صعب هنا اظن ان هو اول مره يفقد النط على ملعبه كفريق لافينا معاه مدرب محترم شخصيته باينه على الفرقه لكن في الاخر الحمد لله بالنسبه لي الحمد لله انا كنت جاي اعمل في 3 بونت لكن نقطه مش وحشه المهم ان انا بضيف بره ملعبي فده شيء كويس خلاص بنفكر في اللي جاي خلاص بنقفل الصفحه بنفكر في اللي جاي بتتكلم على بطوله يعني انا من الحاجات بقى اللي بحيي اتحاد الكره عليها بطوله مهمه جدا بطوله شغلت الجماهير المصريه خلت الجماهير المصريه تتفرج يعني انا متاكد الماتش النهارده لو بيتذاع كنت هتلاقي نسبه المشاهده عاليه جدا فرقتين كبار جدا اثنين مدربين الكابتن احمد عيد والكابتن مكي فانا لا بالعكس انا حظوظنا فعلا ان احنا دي حاجه كويسه اللي انت دايما مرشح لفيينا دايما اللي بتقول لفيينا تبقى موجوده في الصداره دي حاجه كويسه جدا 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 من 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 من, من مجلس الاداره اللي احنا دايما بنجيب لعيبه كويسه الحمد لله بفضل ربنا عبد الله حسام عادل حسام حسام عادل صاحب الخميس رقم 9 خطيره جون 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 عبد الله كره طويله خطيره انا عايز انافق شويه انا بقى هتحول بقى منافق لا 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 عايز ابقى منافق لا التحكيم جميل والدوري حلو والدنيا زي الفل والحكام حضراتكم مره ثانيه طبعا عندنا القسم الثاني بقى ويعني اللي في الترسانة وفي الاولمبي وفي المنصوره وفي بني عبيد وفي نبرو وفي يعني بس قبل ما اقول كابتن محمد عبد الواحد نجم نادي الزمالك ومنتخبنا هو هيكون بنسبه كبيره المدير الفني لنادي جمهوريه شبين زي ما قال الكابتن هاني لبيب منذ قليل والاعلان هيكون في الغد بمشيئه الله تعالى اختيار موفق باذن الله يعني وكابتن عصام عملت كل اللي عليك سواء الموسم الماضي او الموسم الحالي. انا سريعا بس عشان وقتي خلاص يعني في جمله واحده القسم الثاني بقى عشان هفوت مساحه كبيره جدا الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. بص هو يعني القسم الثالث بيه اتعمل
عشان يبقى الأندية الشهيرة الشعبية تثبت وجودها زي ترسانة، مينيا، أولمبي، دمنهور، كفر الشيخ، الأندية الشعبية هنا وشهاجة يعني اللي صامد لحد الوقت هو الترسانة على قمة مجموعته. لكن هزيمة الأولمبي من الهلال طبعا كانت مفاجأة كبيرة، هزيمة كفر الشيخ أو تراجع أو خسارته برضو كانت مفاجأة كبيرة. مزازين على قمه مجموعه دي بقى قمه المفاجاه. بيقول لك ده اطاح بالاولمبي تخيل في المنصوره، اطاح بالمنصوره، فاطاح بالمنصوره اقصد. فتخيل الازازين وده مركز شباب اول مره يحصل مركز شباب يبقى على فطبعا ايه كل التحيه ليهم. فالمجموعات صعبه جدا جدا يا دكتور للغايه وغير متوقع من اللي يوصل للترقي. طيب كابتن سعيد في جمله، استبعاد الثلاثي حسين شحات وإمام عاشور وطارق حامد من مباراة سيراليون القادمة بناء على قرار مستر فيتوريا النهاردة عشان التدريب منفردين مع اللعيبة اللي ما قدوش المباراة بعد المباراة يعني شوية وقال لك احنا تعبانين ومسك رجلهم، رأيك ايه؟ ده قرار صحيح طبعا، لازم يبقى فيه انضباط. هضرب حضرتك مثل بسيط كده بسرعة، الزمالك ما حدش كان يتوقع ابدا انه يفوز على بيراميدز، ثلاث لعيبة خرجوا من المعسكر، في انضباط، في عدل وانضباط، في نجاح. انا شايف ان قرار صحيح مليون في الميه، وان كنت يعني انا اسف كنت اتمنى الثلاثي اللي استبعد بنادي الزمالك ما كانش يبقى موجود كمان في المنتخب. تمام، اشكرك يا موسوعه، شكرا جزيلا لك محمد باهي، نورتونا وشرفتني كابتن سعيد عبد العزيز، نورتونا وشرفتونا متالقين كالعاده. قبل ما اختم ببارك لصديقنا العزيز الحاج محمد سعده، واحد من يعني من الناس المحبوبة جدا في الوسط الرياضي وحبيب كل الرياضيين، عقد قران بنته النهاردة، مليون مبروك. وكان نفسنا نكون موجودين معاك لكن الظروف، ويعني كان موجود كوكبة من نجوم الرياضة النهاردة عندك في الدهلية، مليون مبروك لصديقنا العزيز الأستاذ محمد سعد. الأسبوع القادم نلتقيكم في حلقة جديدة، حتى هذا الموعد دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.